مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورنا وشرفنا في قناتكم قناه الاهلي واستاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده بيحمل الطابع الافريقي، مباراه مهمه جدا جدا في استاد الاهلي النهارده، تاون شيب البتسواني في الاهلي المصري والبحث عن الساحره الافريقيه. كل جماهير الاهلي بتستنى هذه المباراه، واحنا كمان بنستنى هذه المباراه زيكم بالظبط، وقلقانين زيكم بالظبط، ومستنيين الثلاث نقاط بفارغ الصبر. الاهلي بيدخل هذه المباراه في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وحيد ان شاء الله النهارده يبقى الفوز الثاني على تاون شيب، والترجي في المركز الاول، وكمبالا سيتي في المركز الثالث، وتاون شيب في المركز الرابع. قبل ما نتكلم في التفاصيل واهميه المباراه، تعالوا نشوف بسرعه زميلنا محمد سعيد معاه ايه الجديد، ونرجع لحضراتكم على طول. حياتي ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. احنا خلاص في الساعات الاخيره ولحظات قليله قبل تحرك بعثه فريق النادي الاهلي وفريق الكوره الى استاد الملعب الوطني هنا ببتسوانا في العاصمه جابروني، استعدادا لمباراه تاون شيب. هذه المباراه الهامه جدا، الجهاز الفني استعد لها جيدا من جميع النواحي، سواء نواحي اداريه، نواحي فنيه، نواحي بدنيه، خاصه ان هذه المباراه تعتبر مباراه مصيريه لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط من اجل استكمال المشوار وتحقيق ثلاث نقاط قبل جولتين في الفتره القادمه. الجهاز الفني النهارده البرنامج بتاعه في يوم المباراه مختلف تماما عن الايام القليله الماضيه. يمكن النهارده كان الافطار اجباري لكل اللاعبين في الساعه 10 صباحا داخل احدى القاعات في فندق الاقامه، كان اتجاه اجباري من الجهاز الفني لكل اللاعبين بضروره التواجد في الافطار الصباحي، عكس الايام الماضيه كان الافطار اختياري، يعني سعيا من الجهاز ان اللعيبه تاخد قسط من الراحه. لكن النهارده طبعا في يوم المباراه محتاج الجهاز ان اللعيبه تكون واخده الوجبات الغذائيه بشكل جيد، مستعده فنيا بشكل ممتاز، مستعده بدنيا بشكل رائع لهذه المباراه الهامه. الاجواء الحمد لله يمكن احنا في الصباح يعني درجه الحرارة تعتبر درجة معقولة حوالي 23 درجة مئوية، لكن مع بدء المباراة في السادسة مساء سيحل الظلام، وبالتالي درجات الحرارة ستتواصل في انخفاضها وتصل في هذا التوقيت حوالي 7 درجات مئوية. الجهاز الفني كابتن محمد يوسف أكد لنا في تصريحات خاصة أن باتريس كارتيرون مستقر على التشكيل وأخطر به اللاعبين قبل المباراة ب 24 ساعة، وتحدث مع اللاعبين بالأمس في المحاضرة الرئيسية عن المجموعة أو ال 11 لاعب اللي هيبدأوا هذه المباراة. حتى هذه اللحظة لم يعلن الجهاز الفني التشكيل بشكل رسمي لوسائل الإعلام، لكن كابتن محمد يوسف أكد لنا أن الجهاز الفني استقر على تشكيل وأخطر به ال 11 لاعب اللي هيبدأوا هذه المباراة، ودي مدرسة يعني جديدة بالنسبة لكارتيرون، بيحب يعرف اللعيبة مين اللي هيبدأ ومين ما يكون موجود على دكة البدلاء عشان يدخل اللعيبة في أجواء الملعب ويكونوا جاهزين لهذه المباراة الهامة جدا. أيضا جزئية مهمة جدا، الجهاز الفني يعتبر أن الفوز اليوم مهم جدا، لكن في نفس الوقت يضع في الاعتبار نتيجة مباراة كامبالا سيتي الأوغندي أمام الترجي التونسي، وحسنا ان هذه المباراه ستنتهي قبل موعد مباراه الاهلي وتاون شيب، خاصه ان فوز كامبالا سيتي سيشعل المجموعه بشكل كبير جدا، وسيكون النادي الاهلي في هذه المباراه لا بديل عن الثلاث نقاط، ومن اول دقيقه عليه ان يضغط للفوز بهذه المباراه. اما اذا كان هناك فوز لفريق الترجي التونسي فبالتالي الاهلي لن يتهاون ولن يستهون بهذه المباراه، والجهاز الفني اكد على ذلك. لكن في نفس الوقت فكره ان الجهاز الفني يكون عارف ترتيب المجموعه وشكل المجموعه وهو داخل على مباراه مصيريه بتساعد الجهاز الفني ويبقى عنده اريحيه في الاداء الشكل اللي عايز يطلع بيه في هذه المباراه، عكس لو انت بتلعب في اخر جولتين والمباريات في توقيت واحد. وليد ازارو الحمد لله اصبح جاهز للمشاركه في هذه المباراه من الناحيه الطبيه ومن الناحيه البدنيه، ادى بالامس التدريب البدني بشكل كبير جدا وكان لائقا للمشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن تتبقى فقط الرؤيه الفنيه لكارتيرون والجهاز الفني. وباتريس كارتيرون اكد لنا ايضا ان اللاعبين الحمد لله كلهم جاهزون، 22 لاعب جاهزون لهذه المباراه، لكن مساله دفع بوليد ازارو هي رؤيه فنيه بالنسبه لي هعلنها اول ما اوصل الى الاستاد. لكن بالطبع يعني 70 او 80% من التشكيله الاساسيه التي لعبت او شاركت في المباراه السابقه في برج العرب والتي فاز بها الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء تتواجد في هذه المباراه، الكل الحمد لله في حاله بدنيه جيده. اليوم صباحا استقبلت البعثه خبر مهم جدا واسعد الجميع، يعني عوده الحقائب التي كانت مفقوده خلال الايام القليله الماضيه وصلت الان ووصلت صباحا الى مطار جابروني هنا في بوتسوانا ما بين اجهزه علاج طبيعي غاليه الثمن، اجهزه سكاوتنج خاصه بالتحليل الفني، بعض الادوات المتعلقه بالتدريب، فبالتالي كل هذه الاجراءات الحمد لله يعني كان خبر يسعد البعثه في ظل كانت بعض الامكانيات وبعض المقومات اللي كان بيحتاجها الجهاز الفني كان بيفتقدها خلال الايام القليله الماضيه وتغلب عليها بتوفيرها في الفتره الحاليه. عموما بشكل عام اقدر اتمنى كابتن ميدو خلاص لحظات قليله والفريق هيتحرك الى استاد وملعب المباراه. النهارده كان في غداء ايضا الساعه 2، بعدها على طول كان في محاضره فنيه بدات منذ قليل حوالي الساعه 3:30 عصرا، هو نفس التوقيت ما بين بتسوانا والقاهره، وكل التوفيق رب للنادي الاهلي. اليك الكلمه كابتن ميدو.
شكرا للزميل محمد سعيد، اعتقد ان هو دايما بيقدم لنا تقرير وافي عن بعثه النادي الاهلي في بوتسوانا. عايز اقول لكم ان باتريس كالديرون هيبدا المباراه بنفس تشكيل المباراه السابقه، باستثناء طبعا عارفين النجم احمد فتحي اللي الاصابه منعته في المشاركه او من المشاركه في هذه المباراه. هيدخل النادي الاهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وسعد سمير وكوليبالي وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السليه، اثنين ارتكازين قدامهم، ثلاثه وليد سليمان وجونيور اجاييه ومؤمن زكريا بالتبادل مع بعض. بقى نشوف مين اللي هيلعب في مركز صانع الالعاب، وامامهم المهاجم الدولي المغربي وهداف النادي الاهلي وليد ازارو. تشكيله اعتقد ان هي مناسبه جدا، اعتقد ان باتريس كالتيرون بيلعب في المضمون وفي الصح تماما. اقول لكم التشكيل مره ثانيه، محمد الشناوي في حراسه المرمى قدامكم زي ما حضراتكم شايفين، محمد هاني وسعد سمير وسليف كوليبالي وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السليه، اثنين ديفندرات وقدامهم ثلاثه وليد سليمان وجونيور اجاييه ومؤمن زكريا ووليد ازار. هقول لكم بعد قليل بدلاء النادي الاهلي، لكن محمد سعيد قال ان باتريس كالتيرون بلغ اللعيبه بتشكيله المباراه، وده اعتقد ان هي ظاهره صحيه جدا جدا جدا، ان انت تبقى نايم وعارف هتعمل ايه بكره احسن من ان انت تبقى نايم وعمال تفكر انا هلعب ولا مش هلعب ومش عارف مين هيلعب جنبي. اعتقد ان هي احسن حاجه في الكره الحديثه ان انت تبلغ اللعيبه بالتشكيل للمباراه القادمه قبلها بيوم. زي ما قلت لحضراتكم مباراه مهمه جدا، يعني انا قلت لكم قبل كده ان احنا يوم المباراه بنبقى قاعدين زي ما نكون هنلعب المباراه بالظبط، كله هنا في القناه مركز ما بتسمعش صوت ابره، كله عارف ان في مباراه مهمه، يعني عايشين مباراه زيكم بالظبط. وانا عارف انتوا قد ايه برضو قلقانين من هذه المباراه، لكن دايما الاهلي دايما ان شاء الله عند حسن ظن الجميع، ثلاث نقاط ان شاء الله ان شاء الله رجالتنا يجيبوها النهارده ويجيبوها باقناع زي المباراه اللي فاتت. تعالوا اقول لكم اخبار بسرعه قبل ما ندخل في جو هذا اللقاء. محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره بيقول ان مباراه تاونشيب مهمه وحاسمه للتاهل لدور الثمانيه. اكيد محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره بيقول ان مباراه تاونشيب البتسواني بملعب الاخير والمقرر لها في السادسه ان شاء الله بعد قليل بتوقيت القاهره هي مباراه مهمه جدا وحاسمه في مشوار الاهلي للتاهل لدور الثمانيه. محمد يوسف كمان قال انه يدرك جيدا اهميه الفوز اليوم من اجل وضع الفريق على الطريق الصحيح بشكل افضل ويقطع خطوه نحو التاهل لدور الثمانيه ثم استكمال المشوار للحصول على اللقب الغالي بكاس افريقيا. طيب تعالوا نشوف بسرعه محمد يوسف قال ايه في تقرير ونرجع لحضراتكم على طول. ان شاء الله نكون موفقين ونحصد الثلاث نقاط عشان نبقى سبع نقاط، ناخد خطوه كبيره في طريق التاهل ان شاء الله للدور التالي. يعني زي ما انت طبعا متابع معانا وكل الاخوه طبعا الصحفيين بيغطوا الاحداث بتاعه الفريق من خلال البعثه اللي موجوده، يعني قابلنا شويه صعوبات لكن دي متعودين فيها في افريقيا، حاجة طبيعية طبعا، يمكن ممكن تكون جديدة على اللي مسافرش افريقيا كتير، لكن احنا متعودين بعض الحاجات اللي بيحاولوا ان هم يعني يستفزونا ويحاولوا يحطونا في بعض الضغوط، لكن الحمد لله لاعبتنا عندها خبرات كبيرة، حتى الجهاز كله اشتغل قبل كده في افريقيا ومستر كارترون كان عنده تجارب في افريقيا قبل كده وعارف كل هذه المواقف. يعني خلينا نكون منطقيين، يعني برضو انا شغلي مدرب عام مساعد لمستر كارتيرون، فده شق فني بحت، كل ما هو طريقه اللعب تشكيل بساعده في التدريب، هو عايز ايه الفكر اللي عايز يشتغل بيه بساعده فيه والحاجات دي كلها. قائم باعمال مدير الكوره دي انا الراجل طبعا بحكم ان يعني عندي خبرات قبل كده في النادي الاهلي، اشتغلت في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي يعني بيتعاملوا ازاي، نظام المنظومه اللي بتشتغل ازاي. دي حاجه. تاني حاجه معايا الكابتن سمير عدلي، كابتن سمير عدلي مدير اداري عنده خبرات كبيره جدا وبيشتغل يمكن موفر جزء كبير بالنسبه لي، فالنقطه دي مهمه جدا برضو ان حجم الشغل كله يعني مش انا اللي شايله لوحدي برضو، عشان ما اطلعش اقول قام بعمل مدير كوره، لا في جزء شايله الكابتن سمير عدلي من حجز الفندق لترتيب الملاعب لانتقالات الحاجات دي كلها،
الفنادق، الحاجات دي كلها بيعملها على احسن وجه، عنده خبرات كبيره جدا فيها. وفي جزء طبعا داخلي بالنسبه للاعبين بقى والحاجات الداخليه بتاعتنا احنا كفريق بتولاها انا. فطبعا يعني خلي بالك، انا عشان اكون صريح معاك، الشغل في النادي الاهلي انت عندك مجموعه اداريين مميزين جدا، دي برضو بتساعد الواحد ان هو يؤدي عمله، الجهاز المعاون كله بالكامل بيؤدي عمله، فكل الحاجات دي بتساعدك ان انت تؤدي شغلك وتطلعه بشكل كويس جدا. احنا مهم جدا، مهمتنا او مهمتنا كقائم بعمل مدير كورونا نوفر المناخ الجيد للجهاز الفني ان هو يشتغل في احسن ظروف، وكل الصعوبات تبقى يعني ازيلها من امامه، بحيث ان هو يركز في الشغل وما يبقاش قدامه اي صعوبات ان شاء الله. وانا متوقع ان نلاقي 11 مقاتل، 11 راجل، 11 لعيب كوره عالي جدا. احنا في الحاجات اللي بيبقى مواقف فيها محتاجين رجوله بنلاقي لعيبتنا، لما بنلاقي مواقف فيها محتاجين لعيبه كوره وناحيه مهاريه برضو بنلاقي لعيبتنا. انا كنت بس تنبيهي ليهم ان انا مش عايز حد يبقى عنده 1% جواه، من جواه انا طبعا اكيد مش هعرف، لكن انا بحاول ان انا ازيل اي تفكير ان احنا ممكن ترضينا اي نتيجه غير التهادي. ان شاء الله ان شاء الله احنا يعني عاقدين النيه وعازمين النيه ان شاء الله ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه وناخد خطوه كبيره في التاهل، لان مش عايز اخش في حسابات بعد كده. ده قدر النادي الاهلي وقدر فريق النادي الاهلي انه بيلعب في اكتر من بطوله، عندنا البطوله العربيه كمان بتزيد على الدوري وبطوله افريقيا وكاس مصر، عندك بطوله عربيه هتشترك فيها. النادي الاهلي لما بيخش اي بطوله اكيد بيبقى عينه هدفه على المركز الاول، ده الهدف الثابت بالنسبه للنادي الاهلي في جميع المنافسات. بنملك 27 لاعب او 28 لاعب على اعلى مستوى، سواء المجموعه المقيده او حتى المجموعه اللي هي في 97 المميزين جدا وبيتدربوا مع الفريق الاول باستمرار وبنشوف بعضهم بياخد فرص. فكل المباريات اللي هناخدها هناخدها من اجل هدف واحد، كل اللاعبين احنا بنجهزهم، مستر كارترون سياسته ان هو يجهز جميع اللاعبين عشان هنحتاجهم خلال الموسم، وساعتها هيبقى اللاعب هيبقى جاهز، ومن خلال الاهتمام بيه ومن خلال تجهيزه هيقدر ان شاء الله يدي مستوى اللي بيها نقدر نمشي خلال مبارياتنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان كلام محمد يوسف عن المباراه. واتكلم محمد يوسف بمنتهى الواقعيه ايضا نفس الكلام اللي قاله باتريس كالترون قبل كده، لو في 1% جوه اللعيبه ان نطلع باي مباراه بتعادل فاكيد اللعيب ده مش هيكون ليه مكان في القائمه الافريقيه. ده اللي قاله باتريس كالترون وده اللي قاله محمد يوسف دلوقتي، ان احنا مش هنلعب على التعادل خالص حتى لو 1%، وده كلام منطقي وواقعي كمان. انت بتلعب باسم النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي اللي مفيش اي حاجه قدامه غير المكسب وارضاء جماهيره، اللي ما بتطمحش في حاجه غير المكسب، والمكسب دايما والمركز الاول دايما في كل شيء. عشان كده محمد يوسف اكد على اهميه هذا اللقاء الحاسم جدا، وثلاث نقاط لا مفر منها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الثامنه باذن الله هنكون بنبارك لجمهور النادي الاهلي على اقتناص ثلاث نقاط غاليه للنادي الاهلي. عايز اقول لكم كمان، احنا قلنا خلاص وليد ازارو في المباراه، لكن كمان خالد محمود بيؤكد على جاهزيه النجم وليد ازارو، وان هو كان تعرض لاصابه خفيفه يوم الخميس في المران. الاصابه كانت عباره عن الام بسيطه في الحوض، وعشان كده فضل الدكتور خالد محمود ان هو يريح وليد ازارو التمرينه اللي فاتت، لكن اكد على جاهزيته. عشان كده باتريس كالديرون حط وليد ازارو في التشكيله الرئيسيه للنادي الاهلي او الاساسيه للنادي الاهلي النهارده. كمان الاستاذ خالد رندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس البعثه اكد برضو على اهميه المباراه وعن الظروف اللي بيتعرض ليها الاهلي دايما في افريقيا. كمان اكد على دور باتريس كالترون مع النادي الاهلي، ودي اول مباراه ليه في افريقيا خارج مصر، وكمان في العاصمه او في مع فريق تاونشيب البتسواني. عشان كده بيقول المباراه صعبه بكل المقاييس، لكن لا صعب مع رجاله النادي الاهلي. ده كان كلام خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي. عارفين طبعا الازمه اللي اتعرض لها النادي الاهلي امبارح، ازمه الاتوبيس والاتوبيس سابهم وحاجات كده بتحصل في افريقيا، لكن اكيد مش هيخرجوا النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي متعودين دايما على هذه المواقف عن تركيزهم وعن احساسهم بالمسؤوليه. تعالوا نشوف السيد خالد الدرندلي في تقرير قال ايه ونرجع لحضراتكم على طول. أول ماتش للجهاز الفني الجديد خارج مصر، الفرقة فيها
ناس جديده اول مره تسافر مع النادي، احنا اول مره نيجي البلد، ففي كام حاجه انت ضاع منك نقاط، تعادل في مصر مع الترجي، خساره مع كامبالا في اوغندا، فيعني دي المفروض ان احنا بنعوض النقاط دي عشان نرجع في مقدمه المجموعه ان شاء الله. فالماتش مهم مش سهل، والفرقه مش مهما كانت انت كسبت 3-0، ولكن انت هنا بتبتدي صفحه من اول وجديد، بتنسى اللي فات، ده ماتش من اول وجديد، فكله عايز يثبت نفسه، وكله عايز يرجع الثقه، وكله عايز يقول ان النادي الاهلي برضه في المقدمه، لان بطوله افريقيا مش سهله السنه دي. وبعدين عندنا احنا اول ما ينزل عندنا ماتش اسماعيلي، فالدوري والدوري السنه دي دوري جامد برضه، فانت لازم تكون راجع بادي بدايه كويسه، لعيبتك عندها ثقه في نفسها، فوز بيرفع كتير جدا من هذه الثقه. فالماتش ده مش مجرد 3 نقاط وبس، لا، انا شايف ان هو له تبعات تانيه كتيره جدا مهمه، ونتمنى باذن الله ان احنا فعلا نرجع منصورين كده، والثقه موجوده، والبدايه كويسه باذن الله. كنت متوقع ان يبقى في نوع من الـ يعني عدم الالفه، او مع اللعيبه، او مع لسه مش واخدين على الجو، ناس متعاونه جدا ومتالفين جدا، والحقيقه انا سعدت بالمقابله الاثنين، يعني حاسس ان هم هيبقوا في امل كبير مع الفريق، هيدوا نتائج كويسه، عندهم طموح، حاسين لسه كنا جوه دلوقتي احنا على العشاء بيتكلموا عن النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، حتى هم بره مصر النادي الاهلي في كل حته، هم سعداء جدا بان هم يعني ضمن منظومه النادي الاهلي. سبق البعثه دي كابتن سمير لازم، الحقيقه يعني احنا تعودنا على كده من سنوات، ان ده مهم جدا ان حد يبقى موجود، خاصه ان احنا البلد هنا ما فيهاش تمثيل دبلوماسي لينا، فما فيش حد من السفاره بينسق، بيساعدك، بيوجهك، فكان الكابتن سمير لازم يكون موجود. الحقيقه قام بكل الدور بتاعه على اكمل وجه، الاوتيل كويس جدا، الملعب هو ده الملعب المتاح، يعني ما عندهمش ملعب احسن كده، لان هم كان في ملعب احسن بس ترتان، واحنا مش هنلعب على ترتان. هو الكابتن الخطيب بيتصل، اهم حاجه عايز يعرف اللي احنا طالبينه حصل ولا لا، اللعيبه مستريحه ولا لا، المدير الفني في حاجات طالبها مش موجوده، يعني ده كان طبعا اول حاجه وصلته كويس، ده امبارح كمان وصلته كويس، كل شيء تمام الحمد لله، في حاجه يعني ما فيش، كله كان ماشي كويس. النهارده تم اخترتوا الملعب، هتمرنوا الساعه كام، البروجرام بتاعكم ايه، في حد من اللعيبه عيان، حد يعني الحقيقه كل الحال الحمد لله كل حاجه ماشيه كويسه، فهو اطمن يعني من الناحيه دي. ان شاء الله باذن الله عندنا امل كبير، انا بجد متفائل جدا وسعيد جدا بالحقيقه، يعني اول مره اسافر او اتقابل مع الجهاز الفني الجديد، ناس في قمه الاحترام وحب اللعيبه، اللعيبه بتحبهم جدا، في تعاون بين الفريق كله، خليه نحل يعني بتشتغل، ومنظومه كويسه جدا، انا سعيد بيها جدا، ونامل باذن الله ان يكون موفقين ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. دي كانت اهم تصريحات الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق ورئيس بعثه النادي الاهلي في بوتسوانا. زي ما قلت لحضراتكم هو اثنى على الجهاز الفني كاملا، واتكلم على مكالمه الكابتن محمود الخطيب، واتكلم على اهم النقاط اللي حصلت في المعسكر. عايز اقول لكم ان الترجي متقدم على كامبالا سيتي لغايه دلوقتي بهدف نظيف، احنا عايزين كده بصراحه، والاهلي ان شاء الله يكسب النهارده وخلاص، والترجي والاهلي باذن الله يطلعوا من المجموعه. عايز اقول لكم كمان او نكمل اخبارنا قبل ما نروح للجرافيك بتاعنا اللي محضره لنا فريق الاعداد، ان الاهلي بيرفض التسرع في حسم القائمه الافريقيه. زي ما حضراتكم عارفين في مكانين لسه فاضيين في القائمه الافريقيه اللي هينتهي القيد فيها 5 اغسطس المقبل ان شاء الله. قدام حضراتكم موضوع الاتوبيس اللي حصل امبارح واللخبطه اللي بتحصل في افريقيا دايما، واحنا متعودين كنادي اهلي على هذه الامور، وكان كلام الاستاذ خالد الدرندلي في مثل هذه الاجواء ان لو في حاجه حصلت احنا قادرين ان احنا نحلها بسرعه، النادي تصرف بسرعه، الكابتن سمير عدلي مع الاستاذ خالد الدرندلي تصرفوا بسرعه، جابوا اتوبيسات او جابوا ميكروباصات اللعيبه وعربيات ملاكي وخلاص وخلص الموضوع. لكن حاجات المفروض ما تحصلش يعني بصراحه، يعني حاجات المفروض ما تحصلش
والاتحاد الافريقي لازم يتدخل في مثل هذه الاحداث بسرعه جدا. كمان الجهاز الفني قرر تاجيل المقعدين لما بعد مباراه الاسماعيلي المقرر لها في الثاني من اغسطس المقبل في الاسبوع الاول للدوري العام. زي ما قلت لحضراتكم لسه في مكانين في القائمه الافريقيه لسه باتريس كالديرون ما استقرش عليهم وقال ان انا مش متسرع ان انا اسجلهم علشان دول اخر مكانين عندي. ان شاء الله هيتم الاعلان عنهم في ما فيما بعد مباراه الاسماعيلي. كمان يوسف بيقول إدارة النادي تبحث عروض باقة. عارفين النجم باقة النجم الجنوب أفريقي اللي استخدمه النادي الأهلي من بيدفست الجنوب أفريقي اللي أو جاي له عروض كتير والنادي الأهلي بيفكر في العروض وبيشوف الأنسب والأحسن للاعب وللنادي كمان. عشان كده محمد يوسف بيقول إن النادي بيبحث عروض باقة. كمان محمد يوسف بيثني على ناصر ماهر وبيقول ناصر ماهر لعيب ملتزم جدا والجهاز الفني مقتنع به واحتمال كبير تلاقوا ناصر ماهر من الاثنين اللي هيتأيدوا افريقيا باذن الله. محمد يوسف قال ان ناصر ماهر لاعب الفريق ملتزم ويخوض التدريبات مع مجموعه اللاعبين الذين لم يسافروا مع الفريق الى بتسوانا لخوض مباراه تاونشيب بسبب عدم القيد الافريقي او للاصابه. واكد محمد يوسف ان الجهاز الفني مقتنع تماما بقدرات ناصر ماهر موضحا ان اللاعب يؤدي ما عليه خلال الفتره الحاليه ويجتهد في التدريبات واشار الى ان الفتره المقبله ستشهد مشاركه ناصر ماهر حسب رؤيه الجهاز الفني الذي يدفع باي لاعب جاهز ووفقا لاجتهاده في التدريب. اكيد افكركم بقائمه النادي الاهلي بسرعه. قائمه النادي الاهلي ضمت شريف اكرام محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب وكوليبالي وايمن اشرف وعلي معلول وصبري رحيل وحسام عاشور وعمرو السوليه وهشام محمد وكريم ندفد واحمد حمدي واسلام محارب وليد سليمان مؤمن زكريا وميدو جابر اللي بنقوله البقاء لله في وفاه والده ان شاء الله تبقى اخر الاحزان يا ميدو اللي عاد للقاهره وجونيور اجاييه وفي الهجوم مروان محسن وصلاح محسن ووليد ازارو. دي كانت قائمه النادي الاهلي. هيحكم المباراه او هيتولى قياده هذه المباراه طاقم كيني لاداره المباراه بقياده اومينيو. كل التوفيق لطاقم الحكام الكيني. اهم حاجه الحكام، مش عايزين نشرب من الكاس اللي شربنا منها قبل كده. يا رب يا رب. تعالوا كمان نشوف قبل ما نطلع للجرافيك بتاعنا، تعالوا نشوف لقاء مع النجم سعد سمير واسلام محارب ونرجع منه على جرافيك هذه المباراه. طبعا احنا بنستعد ان شاء الله للمباراه مهمه جدا ومحتاجين طبعا ثلاث نقط اهم حاجه. طبعا بصرف النظر عن السفرية متعبة شوية والملعب وكده، يعني الملعب ده صعب شوية بتاع التمرين، بس احنا طبعا ان شاء الله نتغلب على كل الحاجات دي عشان احنا محتاجين ثلاث نقط ان شاء الله. الحاجات دي طبعا مستر مايكل بيعملها لنا عشان نعمل ريكفري بيها بعد السفر وكده، وبيعمل لنا تمارين استشفائية في هنا جنب المطعم وكده، اطالات وحاجات من كده. الحاجات دي بتخلينا نعمل استعدادات شفاء سريعه يعني. طبعا احنا ان شاء الله مركزين في الماتش وكده، الجو كويس اهم حاجه ان شاء الله يوم المباراه يبقى الجو يكمل على كده ان شاء الله وارضيه الملعب تبقى كويسه ان شاء الله. احنا كلنا الفرقه والجهاز الفني والباسه كلها مركزين ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله وفي الماتش ده اهم كده عشان ربنا يكرمنا ونرجع مبسوطين ان شاء الله. هو بيتكلم مع كل الناس بشكل فردي، لما بيكون بيلاقي حد يعني محتاج ان هو يتكلم معاه بيتكلم معاه، مش لاقي حد يتكلم معاه بيتكلم في المحاضرات الجماعيه وكده مع الناس كلها، وده بيبقى حاجه كويسه لينا كلنا. انت عارف ان المباريات طبعا بتتغير والاجواء بتتغير، وماتش طبعا القاهره غير هنا، الاجواء طبعا ودرجه الحراره والحاجات دي بتختلف. وطبعا الفرقه لما بتقابلها اول مباراه بتبقى اسهل شويه، انما المباراه الصعبه دي الثانيه بتبقى اصعب، لانها بيبقى طبعا كل مدرب بيقرا فكره الثاني اكتر وبيشوف اللعيبه الاحسن واللي بتبقى موجوده في اول مباراه وكده. فطبعا المباراه هتبقى مختلفه وهتبقى اصعب من المباراه الاولى، بس احنا ان شاء الله محضرين لها كويس وان شاء الله نتغلب عليهم يعني ان شاء الله. ما
الاجواء كويسه. ويعني بوتسوانا لما جيت مع المنتخب قبل كده كان عندنا مباراه مع المنتخب ولعبنا تقريبا على نفس الملعب، فالاجواء كويسه، ارضيه الملعب اخر مره لعبنا فيها المفروض ان هي كانت كويسه، فلما نشوف الملعب يعني الدنيا هبان، لكن ان شاء الله باذن الله ما احنا اهم حاجه زي ما قلت لك بالنسبه لنا 90 دقيقه نركز في الماتش مبصين للمكسب، دي اهم حاجه بالنسبه لنا، اي عامل تاني ان شاء الله باذن الله نتغلب عليها، واهم حاجه ان شاء الله المكسب. يعني اي مباراه مع اي فرقه افريقيه في القاهره مختلفه تماما عن لما بتلعب على ارض الفريق المنافس، فالفرق الافريقيه على ارضها الاجواء مختلفه تماما، فالفرقه انت كسبتها والفرقه دي عندها امل ان هي تصعد، فالماتش هيبقى صعب، هيبقى فيه هجوم بكل خطوطهم، هيبقى فيه دفاع من ناحيتهم ان هم عايزين يكسبوا عشان خاطر يبقوا موجودين، في نفس الوقت احنا كنادي اهلي واسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي ومش هي دي مكانه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله احنا تركيزنا كله على الثلاثه بونت ان شاء الله باذن الله مركزين، وكنا قاعدين بنتكلم اجتماع مع بعضنا كلعيبه ان احنا لازم نركز، طبعا لازم نركز ان احنا ان شاء الله نبص على المكسب، احنا جايين بهدف المكسب والنادي الاهلي بيلعب دايما على المكسب، والحمد لله الفترة اللي فاتت بنكسب بره وبيبقى عندنا دوافع كبيرة ان احنا نكسب بره، فان شاء الله باذن الله اللعيبة عندها اصرار كبير على المكسب، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى في كامل تركيزنا وفي كامل لياقتنا، ويمكن احنا في بداية موسم فيعني بنبقى محتاجين الناحية البدنية بنعوضها بالروح، بنعوضها بالاصرار، بنعوضها باقتالك على المكسب، دي اهم حاجة. يعني الحمد لله يعني الميزة في لعيبة النادي الاهلي دايما عندهم احساس بالمسؤولية وعندهم احساس بالموقف اللي هم بيبقوا فيه. احنا في بدايه موسم وكان عندنا ماتشات الفتره اللي فاتت يعني ما حلفناش فيها التوفيق ان احنا نقدر نحقق نتيجه ايجابيه، فربنا كرمنا الماتش اللي فات، عندنا الماتش الجاي يحطنا على الطريق الصحيح بنسبه كبيره، فعلى طول بنتكلم مع بعض، يعني مثل لعيبه النادي الاهلي على طول بيبقوا مشغولين بالحدث اللي هم فيه، دايما بتفكر ان انت تكسب، دايما بتفكر ان انت عينك على البطوله، ان انت تفرح جمهورك، ان جمهورك ما يبقاش منك الا المكسب، فكل دي تحديات وضغوط عليك كلاعب لازم تتقبلها وتشتغل ان انت تحققها. لا بنتجمع في اي مكان، يعني بنتجمع في اي مكان وحتى لو ما فيش تجمعات اللعيبه بصراحه بتبقى حاسه يعني بالمسؤوليه. النادي الاهلي متعودين بنتغلب على اي ظروف، متعودين بنلعب تحت اي ظروف، عنا على المكسب في الاول وفي الاخر ده انت بتلعب باسم النادي الاهلي، بتلعب باسم اكبر نادي في افريقيا، بتلعب باسم اكتر نادي واخد بطولات على مستوى العالم، بتلعب يعني في كيان كبير انت بتلعب باسمه، فلازم تكون واعي يعني كويس جدا ومدرك حجم وقيمه النادي اللي انت بتلعب فيه، فكل ده انت بتنزل وكل ده في دماغك ان مهما كانت اي ظروف بتواجهك بتحاول انت تتغلب عليها، وبنبقى تركيزنا كله على المكسب زي ما قلت لك، فان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نحن نفوز بالمباراه. يعني اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان كلام نجوم الفريق الاهلي اسلام محارب وسعد سمير. سعد سمير بيتكلم ان يبقى في اندفاع هجومي من فريق تاون شيب، لكن اعتقد يا سعد ان هو لسه مش هيبقى في اندفاع هجومي خالص دلوقتي، لسه التاون شيب مش هيبدا بالاندفاع الهجومي الا لو احرزنا هدف باذن الله وده المطلوب، لكن اكيد هيلعبوا نفس اللعب بتاعهم، بقى في حرص شديد ان هم ما يدخلش منهم جون، هيبقى في تركيز هجومي اكتر من مباراه برج العرب، عشان كده ان شاء الله لازم الاهلي يجيب جول والتاني باذن الله في هذه المباراه. تعال نشوف فريق الاعداد محضر لنا جرافيك نشوفه مع بعض. قدام حضراتكم طبعا تاون شيب البتسواني والاهلي المصري. ده مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا الادوار التمهيديه، الاهلي طبعا كان كسب منانا في القاهره 4-0 وكسب هناك الاهلي 3-1. مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا لسه دور المجموعات، الاهلي في الترجي التونسي كان انتهى بالتعادل السلبي 0-0، كامبالا سيتي في اوغندا الاهلي خسر 2-0، انا قلت لحضراتكم قبل كده كانت مفاجاه كبيره لينا كلنا، الاهلي 3 تاون شيب البتسواني المباراه السابقه، ان شاء الله النهارده نبارك لكم في هذه المباراه، تاون شيب بتسوانا مع الاهلي، الترجي التونسي مع الاهلي، والاهلي مع كامبالا سيتي، دي اخر لقاءات الاهلي ان شاء الله. ده مشوار تاون شيب كسب 3 المريخ السوداني وخسر من المريخ السوداني في السودان 2-1، يانج افريكا افريكانز كسب تاون شيب 2-1 وتاون شيب بتسوانا تعادل 0-0 مع يانج افريكانز.
لسه في مشوار تاون شيب، كسب كامبالا سيتي 1-0، الترجي التونسي كسبه 4-1، والاهلي المصري كسبه 3-0. تاون شيب بتسوان النهارده مع الاهلي ان شاء الله، الاهلي يأتي اوغندا مع تاون شيب. الاهلي في المركز الثاني وتاون شيب رولز في المركز الرابع. ده جدول ترتيب المجموعة الأولى. الترجي الرياضي زي ما قلت حضراتكم عنده 7 نقاط بيحتل بيهم المركز الأول، والأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، كامبالا سيتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتاون شيب رولز متزايل هذه المجموعة في المركز الأخير ب3 نقاط، والترجي زي ما قلت حضراتكم متقدم 1-0 على كامبالا سيتي فلغاية دلوقتي 10 نقاط. مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله، بريميرو أنجولا مع زيسكو يونايتد، دي نتائج الأمس 2-1، الدفاع الحسني في المغربي في فاكس طيف 1-1، سان داونز جنوب أفريقيا في توجو 2-1، والنجم الساحلي 2-0 مع مبابان سوالز وزي. لسه في مباريات الجولة الرابعة إن شاء الله يوم النهارده السبت، كامبالا سيتي في اوغندا الساعة 3، في الترجي التونسي قلت لكم الترجي متقدم 1-0 لغاية دلوقتي لو في نتيجة يا كريم قول لي، تاون شيب بتسوانا مع الأهلي المصري إن شاء الله بعد قليل، والوداد المغربي 8 مع حورية غينيا، ومولودية الجزائر الساعة 9 إن شاء الله مع مازن بي. دي كانت الاحصائيه اللي محضرها فريق الاعداد النهارده، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه جدا، كلنا منتظرين ال3 نقاط، جماهير ومشجعين واداره واحنا كل الناس مستنيه النهارده 3 نقاط مهمه جدا يرجع بيهم الاهلي لمكانه الطبيعي ان شاء الله، ويرجع يحارب على الكاس الافريقيه الغاليه جدا علينا. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي كابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن الكبير كابتن ربيع ياسين. فاصل استنوا.
13. الاهلي المصري صاحب الالقاب والارقام القياسيه وحامل لقب البطوله في النسخه الاخيره. ابو تريكا الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وادي ابو تريكا الله يا فرح المصريين يا ابو تريكا، وادي الكوره عبد الله يسدد، وابو تريكا الكوره بتحبه الكوره بتكفه، سلام حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني. يا الاهلي حديد، الاهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي الذي امامنا كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد. اهلا بحضراتكم من جديد في هذه المباراه الهامه جدا لينا كلنا. زي ما قلت لحضراتكم ارحب بنجوم الاستوديو التحليلي كباتن الكبار الكابتن الكبير الكابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن؟ كابيدو اهلا بيك، نور الدنيا، ربنا يخليك يا رب. كابتن شريف، كابتن ميدو، نور الدنيا كابتن، وجودك ربنا. كابتن ربيع، كابتن ميدو منور، عامل ايه؟ كله تمام نور الدنيا، الله يخليك. مباراه مهمه جدا جدا، كل ما بندخل خطوه او بنخطي خطوه تلاقي الموضوع بقى يعني بالظبط في شويه كده قلق كده، لكن دايما الاهلي معودنا ان وقت القلق بيبقوا عند حسن ظن الجميع. هو بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت ميدو، حتى التركيز يمكن واضح علينا يمكن من المباراه السابقه وفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف على تاون شيب، ده بياكد التركيز اللي اللعيبه والجهاز الفني والاداريين والمسؤولين كلهم مركزين خلال هذه المباراه. لو تبص يا ميدو يمكن التركيز ده بدا من الناحيه الاداريه، وده يمكن الجانب الاداري المنظم اللي قام به كابتن محمد يوسف وكابتن سمير عدلي قبل بدايه المباراه، اليومين التحضير اللي اتعمل من خلال سفر الجهاز الاداري، سفر بدري على اساس تنظم كل الجوانب اللي ممكن تاثر عليك بقى معنويا، أكيد تاثر عليك بدنيا، يعني حتى يمكن الشكوى كانت من الاقامه في الفندق، وقدروا ان هم مع رئيس النادي تاون شيب ان هم يقدروا يتخلصوا من هذه الشكوى. الشكوى الثانيه يمكن كانت موجوده من خلال الجانب الاداري اللي ممكن ياثر على اداء النادي الاهلي، الملعب اميد، الملعب هو الملعب هو احسن ملعب موجود، يعني من ضمن الملاعب اللي فيها مشكله، لكن الاوتيل او الفندق انا عارفه باتريس كالترون واختاره بناء ان هو قاعد فيه قبل كده مع مازيمبي. الحاجه الثالثه يمكن الباص برضك، يمكن كان الباص طبعا مقرف ومتعب للعيبه، كل الحاجات بتاثر على اللعيبه بالنسبه للتركيز، محتاجين ان هم يلاقوا حاجه منظمه، حاجه سليمه يقدروا يتحركوا من خلال الجانب الاهم بقى كمان جانب التغذيه، ويمكن النادي الاهلي طبعا سباق فيها، حته الشيف اللي بيبدا ينظم الوجبات السعر الحراري مع التنظيم الطبي، ده كمان يمكن جانب مهم جدا بالنسبه لنا يقدر يخلينا نتحط في المباراه بشكل جيد. كل التحضيرات ديت النادي الاهلي يعني عنده احترافيه فيها، كل الاجهزه اللي موجوده يمكن من المدير الفني لمحمد يوسف للجهاز الاداري للجهاز الطبي للاعبين كلهم عندهم خبرات يميدوا في الجزئيه دي، فالحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا خلال اليومين اللي فاتوا دول ان اللعيبه تتحط والجهاز يتحط بشكل جيد. في حاجه ثانيه يمكن مهمه، حته الدوافع وحته يمكن البقاء لله لوالد يمكن ميدو جابر، يمكن في المؤتمر الصحفي حسام قال ان يمكن طبعا رحمه الله عليه، ده بيدينا احنا حافز وبيدينا دوافع كلعيبه ان احنا مهم جدا النهارده نكسب ثلاث نقاط عشان روح طبعا والد ميدو جابر. نتمنى ان شاء الله باذن الله البدايه تبقى قويه للاعبين، وزي ما قلنا ان الصفات الاراديه عند لعيبه النادي الاهلي والدوافع هم عندهم خبرات في اللقاءات ديت، انا شايف النهارده ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. يا رب. كابتن شريف، اخد برضو رايك عن اهميه هذه المباراه. اهم حاجه كلنا متفقين عليها ان بسم الله الرحمن الرحيم التركيز. التركيز اللي اتكلم فيه ماهر واللي انا ملاحظه، انت عارف يقول لك ايه، يا رب ذره نافعه، يعني احنا في جو عام مخلينا كلنا مركزين، حتى احنا هنا مركزين في الشغل ومركزين في لسه كنت بقول قبل ما في الانتقاء في حتى التحليل او التوجيه او الروشتات او التحليل نفسه يبقى شكله عامل ازاي، عمليه بناء شامله كامله خدت بالك للاحتفاظ ان شاء الله بالبطوله، وان كان الخصم عنيد وهو برضه ما زال الوداد المغربي.
فحته التركيز اللي احنا فيها دي اكيد حته ايجابيه لينا كلنا. بنحاول نكمل الشكل واللعيبه واخده العمليه في اجواء مستقره جدا حتى برغم الصعوبات اللي احنا بنقابلها في السفر. قلت حاجه جميله قوي. ايه قوي بصراحه. إيه؟ يعني انت قلتها بين الكلام كده كابتن ربيع قال كابتن شريف بيقول في ظل الاجواء اللي احنا فيها الكل مركز ودي اهم حاجه طلعنا بيها. خلي بالك الفتره واحنا دايما كده الكل ملتف وكل مركز كلنا بصراحه جميله حتى احنا ساعات بنخش اول ما بنيجي هنا الاستوديو بنبقى في حاله كسبانين الماتش اللي فات وكده وكل حاجه بس عندنا من الماتش اللي فات للنهارده حاله تركيز ان النهارده باذن الله نرجع برده بثلاث نقاط دي حقيقة. يعني احنا كناس حتى اهلاويه او قائمين على الاستوديو هنا فبنبقى برده مركزين جدا قد ايه ان اللعيبه النهارده تبقى في حاله دي حقيقه خارجه عن الاراده. طبعا حكايه العزاء واجب لكابتن ميدو جابر وكيد الرحمه ان شاء الله والجنه بما فيها باذن الله يا رب. انما برضو حاجات برضو من الحاجات اللي بتخلينا نبقى اكثر تركيزا وبعيد عن التهريج وبعيد عن الخروج عن النص بالنسبه للمباراه. بنلغي بقى اشياء زي ارضيه الملعب زي الجماهير زي ان الفريق ده فريق عايز قدام ملعبه ساعات كسب مره واثنين وثلاثه بيعرف ان هو بيروح على الجول مثلا بيبقى عنده نزعه نفسيه كده كبيره حتى قدام الفرق الكبيره. انما ان شاء الله في الحاله التركيزيه اللي احنا بنتكلم فيها دي نكون عندنا استعداد كامل ان احنا نوري الرؤيه بتاعه الجهاز الفني الجديد بتاعنا ان احنا قادرين نلعب جوه وبره زي يعني ما فيش اي اختلاف زي كعاده النادي الاهلي. اكيد اكيد. كابتن ربيع برضه اخد رايك برضه عن اهميه هذه المباراه برضه من وجهه راي كابتن ربيع حسين. هي مباراه مهمه طبعا مش كلام. طريق النادي الاهلي معروف هو البطوله. الاهلي بيلعب على البطوله دايما. الدوافع موجوده من اول مباراه لحد داخل مباراه خارجيه داخليه. الهدف الاهلي يملك الخبرات طبعا اللي يقدر بامر الله تعالى ان شاء الله يتفوق بيها. ده مهم جدا. اكيد ان في عوامل ايجابيه كتيره جدا النهارده لازم النادي الاهلي يسعى ليها بجهازه بلاعبيه بادارته عشان نقدر ناخد الثلاث نقاط. ثلاث نقاط مهمين جدا جدا جدا. اكيد بتختلف المباراه من مباراه القاهره من مباراه بتسوانا بتختلف في السفر عدد بتاع السفر وفي نفس الوقت الملعب والطقس والحر والرطوبه والمعيشه والحاجات وعدد ساعات النوم. لكن بفضل الله لعيب النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي واذا عارف ما فيش حل قدامه غير ان شاء الله مطالب بالثلاث نقاط. هي قدر والقدر ده كبير جدا ان النادي الاهلي الكيان الكبير اللي احنا بنمثله كلنا في اي مكان وفي اي موقع في اي زمان وفي اي توقيت لاعب النادي الاهلي لازم يكون مطالب بالفوز دايما. بالجوانب التعب العمل المدير الفني له دور كبير جدا في فنيات النهارده. اللعيبه لها دور في الفنيات. خش بقى يعني ايه الادوار. حلو قوي ان النهارده باذن الله ان حاله المدرب مع حاله اللعيبه يعملوا حاله كبيره النهارده يفنشوا بها السفريه. السفريه تنتهي مع 90 دقيقه مع نهايه 90 دقيقه ارجع بامر الله وده الاهم. فانا بروح بدري وبسافر ولكن الدوافع كتيره ونجوم النادي الاهلي عارفه ان هم دوافعهم كتيره جدا عارفين مسؤول كيان كبير جدا وانهم مطالبين. ماتش النهارده مهم جدا جدا جدا. ثلاث نقاط مهمين جدا. فان شاء الله ننتظر بمشيئه الله تعالى وكلنا نامل باذن الله ان ربنا يوفقهم ويسعدونا ويقدموا اداء قوي جدا ونرجع بثلاث نقاط بمشيئه الله تعالى. يا رب يا كابتن يا رب. يعني عايز اقول لكم ان الاهلي النهارده بيلعب وعنده نجمان كبيران مش موجودين احمد فتحي وميدو جابر. ميدو جابر الماتش اللي فات قدر ان هو يجيب ضربه جزاء احرزنا منها الهدف الثاني اللي احرزه علي معلول عشان بفكر حضراتكم. بس كمان احمد فتحي طبعا لعيب يمتلك من الخبرات الكثير. ان شاء الله ان شاء الله غيابهم ما يكونش ليه تاثير سلبي على النادي الاهلي. كمان مدرب تاون شيب النهارده عامل مفاجاه كبيره جدا ان هو غير خمس عناصر اساسيه تدي لك انطباع ان لا الفريق ده داخل بشكل ثاني خالص وده اللي بيحصل على ارضه بصراحه. فربنا ان شاء الله النهارده يسر يكون زي ما الكباتن بيتكلموا يكون النادي الاهلي كله مركز بالمدير الفني باللعيبه بكل الناس مركزه النهارده عشان نقتنص الثلاث نقاط الغاليه جدا. تعالوا نشوف تقرير عن الاهلي وتاون شيب ومشوارهم افريقيا ونرجع لحضراتكم على طول. W
تحت شعار لا بديل عن الفوز وأملا في إسعاد جماهيره، يدخل المارد الأحمر نادي القرن الإفريقي الأهلي بعد قليل اختبارا صعبا ومهما على أرض ملعب بوتسوانا الوطني، حيث اللقاء المرتقب أمام تاونشيب رولرز ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي. يدرك الجهاز الفني للأهلي بقيادة كارتيرون أهمية الفوز والعودة بأغلى 3 نقاط تمكنه من تحقيق هدفه وطموحه في القفز على صدارة المجموعة الأولى في حال تعثر الترجي. يمني عشاق القلعة الحمراء أنفسهم بتحقيق الأهلي للفوز على بطل بوتسوانا في عقر داره، حيث يدخل الفريق اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والفوز بمباراة اليوم سيرفع رصيده ل7 نقاط ستدفعه بقوة نحو منافسة الترجي التونسي على صدارة المجموعة، وستصعب من مهمة تاونشيب صاحب المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط. يهمه هو الآخر تحقيق الفوز على الأهلي لسببين، أولهما تحسين وضعه في جدول المجموعة، ثانيهما الثأر من هزيمته الثقيلة في المباراة الماضية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين قبل 10 أيام في برج العرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات. يعول لاعب الأهلي وجهازهم الفني على الفوز والعودة بالنقاط 3، حيث ينتظر أن يدفع كارتيرون بقوته الهجومية الضاربة من أجل ضرب معاقل بطل بوتسوانا في عقر داره ومباغتته مبكرا في محاولة لإخراجه عن تركيزه وإدراك الفوز عليه، مستغلا قوة الخط الهجومي للأهلي بما يملكه من مجموعة متميزة من لاعبين على رأسهم أجايي، وليد سليمان، مروان محسن وصلاح محسن، فضلا عن المهاجم الأساسي وليد أزارو رغم معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال اليومين المنقضيين، إلا أن الجهاز الفني لا يزال يمني نفسه بقدرته على المشاركة في المواجهة. الأهلي دائما بمن حضر، فكتيبة المقاتلين التي تضم محمد الشناوي، علي معلول، ساليف كوليبالي، سعد الدين سمير، محمد هاني، حسام عاشور، عمرو السولية، مؤمن زكريا، أجايي، وليد سليمان، مروان محسن، جاهزون لمواجهة اليوم وإسعاد جمهور الأهلي. من جانبه شدد كارتيرون المدير الفني للأهلي على أنه يدرك جيدا أهمية وصعوبة مباراة تاونشيب، إلا أنه يتطلع لتحقيق الفوز على تاونشيب على ملعبه ووسط جمهوره من أجل الوصول للنقطة 7، مؤكدا أن الفوز اليوم يبقى بمثابة خطوة هامة في مشوار تصحيح مسار الأهلي في البطولة الإفريقية، وتكون دافعا لاستكمال رحلة المنافسة على اللقب الإفريقي، مشددا على أن الأهلي سيواجه فريقا محترما ومنافسا قويا على ملعبه ووسط جمهوره، ونعلم هذا الأمر جيدا، لدينا دوافعنا القوية التي نتطلع للاستعانة بها من أجل تحقيق الفوز، مؤكدا أنه حضر إلى بوتسوانا من أجل تحقيق هدف واحد ألا وهو الفوز وسير خطوة جديدة في مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية. فيما قال نيكولاي كافوزوفيتش المدير الفني لتاونشيب إن فريقه لن يتخلى عن حظوظه في التأهل للدور التالي لدور المجموعات، وأنه لن يقبل سوى بتحقيق نتيجة إيجابية. شدد نيكولا على أن مباراة اليوم تختلف كثيرا عن مواجهته السابقة للأهلي، حيث أنه كان يواجه فريقا لا يعرف معظم أوراقه فضلا عن تسلحه بعاملي الأرض والجمهور، وهو ما سيختلف في مواجهة اليوم. فكل التوفيق للمارد الأحمر بالفوز وتحقيق النقاط 3. اهلا بحضراتكم من جديد. ده كان تقرير عن مشوار الاهلي وتاونشيب افريقيا. ان شاء الله يعني فريق الاعداد مجهز لنا تقارير كتير عن هذه المباراه عشان نعيشكم في هذه المباراه المهمه جدا. كابتن ماهر، 5 تغييرات النهارده في فريق تاونشيب، بيدوك انطباع ازاي؟ وهو قبل التغييرات ديت صرح في المؤتمر وعمل يعني دعايه ان النادي الاهلي نادي القرن، والنادي الاهلي من اقوى الفرق الافريقيه، والنادي الاهلي فرقه قويه. سلاح ذو حدين، يعني هو بيحاول ينيم لعبة النادي الأهلي،
واخد بالك، وفي نفس الوقت بيعمل تغييرات زي ما انت شايف يا ميدو بخمس تغييرات. يعني هو قال قال الكلام عن النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، والنادي الاهلي فعلا نادي قوي والنادي لكن هو في الحسبان كل مدرب عايز يكسب. فالجانب الثاني ان هو غير خمس لعيبه في من خلال التشكيله اللي لعب بيها المباراه الاولانيه، ده اكيد ان هو عنده دوافع للمكسب. خمس لعيبه مؤثرين بشكل كبير جدا في شكل تيم تاون شيب، اكيد هو عنده دوافع انه يكسب المباراه. ميدو الحافز بتاع الجمهور وملعبه ان هو يضغط على النادي الاهلي من خلال بدايه المباراه. لكن عايز اقول لك ان دي كلها دوافع للمدير الفني، ومن حقه ان هو يقول حاجه زي كده، ان كل مدير فني عايز يكسب اللقاء. لكن انا شايف ان النادي الاهلي عنده استقرار بشكل كبير جدا من خلال ثبات الفريق، يمكن باستثناء احمد فتحي الاصابه يمكن اللي اثرت عليه قبل سفره مع الفريق، وطبعا فضل الجهاز الفني ان هو يريحه بشكل كبير، لان احنا عندنا زي ما احنا شايفين كده جدول الدوري العام بدايه قويه مع الاسماعيلي والمصري، فيهم طبعا الجهاز الفني يبقى احمد فتحي موجود بصفه اساسيه، لكن محمد هاني هيقوم بالدور ان شاء الله يعوض مكان احمد فتحي في هذه المباراه. طب تعالى ناخد محمد سعيد كابتن شريف كابتن ربيع، ناخد محمد سعيد لايف معانا من قلب الحدث. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك وكل جمهور النادي الاهلي في هذا اليوم الهام جدا بالنسبه لفريق الكره ومباراه هامه جدا مع تاون شيب في الجوله الرابعه من مباريات البطوله الافريقيه. تحياتي ليك وانا في هذه اللحظات امام مدخل الجمهور في الاستاد الوطني هنا في قلب العاصمه البتسوانيه جبروني، ومدخل جمهور تاون شيب. بدايه عايز اقول لك الاجواء هنا الحمد لله حتى هذه اللحظات الاجواء في صالح فريق النادي الاهلي، الملعب خالي تماما من اي جماهير، عدد قليل جدا لا يتخطى العشرات حتى هذه اللحظات، وما زال متبقي على المباراه ساعه، الملعب فارغ يعني عدد قليل جدا لا يتعدى العشرات يا كابتن ميدو. لكن خارج الملعب يعني البعض يتوقع ان عدد الجمهور داخل الملعب قليل جدا، فبالتالي الجمهور ما زال في الخارج كسائر المباريات الاوروبيه وفي الدوريات الاوروبيه او حتى كما حدث في كاس العالم، لكن خارج الملعب الدنيا هاديه جدا ما فيش اي جمهور، ويمكن في بعض الملاعب المتعلقه بالعاب الكاراتيه ولعبه الرجبي والراكيت، يعني عايز اقول لك كل هذه الالعاب بجانب هذا الاستاد الوطني ممتلئ عن اخرها بجمهور كبير. إذن كرة القدم هنا في بوتسوانا ليست بالشعبية الكبيرة والشعبية الجريفة، وفريق ما دخلش هنا في بوتسوانا، لكن درجة الحرارة النهاردة مختلفة تماما عن الأيام السابقة وعن صباح اليوم، الجو فيه نسبة حرارة بسيطة، يعني درجة الحرارة دلوقتي 25 درجة مئوية، مفيش هواء مفيش برودة بسيطة، يمكن مع بداية المباراة قد يتغير الطقس وقد يتغير الوضع. وأنا بكلمك عن تشكيل الأهلي، وكما ذكرت تشكيل الأهلي محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني كظهير، أيمن علي معلول كظهير أيسر، اثنين مساكين سعد سمير وسليف كوليبالي، أمامهم حسام عاشور وعمرو السولية، في الأمام وليد سليمان، مؤمن زكريا، جونيور أجاييه ووليد أزارو، على دكة البدلاء شريف إكرامي، أيمن أشرف، صبري رحيل، هشام محمد، إسلام محارب، صلاح محسن ومروان محسن، وخرج من قائمة المباراة علي لطفي وكريم ريدفيد وصبر رحيل وأحمد حمدي. ده الشكل المتعلق بتشكيلة فريق النادي الأهلي. أما بالنسبة لتشكيلة فريق تاون شيب، ممكن أنا كنت معاك كابتن ميدو سامعك بتتكلم طبعا مع ضيوفنا عن تغيير كبير في تشكيل فريق تاون شيب. سعيد لو تقول لنا بدلاء النادي الأهلي مرة ثانية يا ريت. بالنسبة لفريق تاون شيب البتسواني، كينج سولا ليس الحارس الأساسي. الو كابتن ميدو سامعني؟ لو تقول لنا بدلاء النادي الاهلي مره ثانيه يا ريت. طيب بدلاء النادي الاهلي شريف اكرامي حارس مرمى احتياطي، ايمن اشرف، صبري رحيل، هشام محمد، اسلام محارب، وصلاح محسن ومروان محسن، وبالتالي خرج من قائمه المباراه علي لطفي حارس المرمى وكريم ندفيد وصبري رحيل واحمد حمدي. طب صبري يعني رحيل في البدلاء ولا بره البدلاء؟ الاربعه اللاعبين اللي خرجوا من القائمه في ظل ان القائمه حاليا داخل هنا في معسكر. انا بعرف انت مركز يا محمد ما تقلقناش. صبري رحيل خارج قائمه المباراه يا كابتن ميدو. طب انت قلت يعني علي لطفي وكريم ندفيد تاني، احنا قلناه في البدلاء وقلناه في بره علي لطفي وكريم ندفيد. كابتن ميدو للمره الثالثه حاضر. يلا دكه البدلاء شريف اكرامي، ايمن اشرف،
ايوه يبقى انا هرجع للكابتن ماهر تاني لان واخد منه الورقه فيها هذا الشكل في تشكيله المباراه. يعني هو متبقي لاعب فقط، هو متبقي لاعب فقط، انا هرجع اتاكد منه تاني لان هو مديني القائمه في هذا العدد سواء في دكه البدلاء او خارج قائمه المباراه. لكن عموما طيب انا هكلمك على الـ يعني الـ التشكيله الخاصه بفريق تاونشيب. يعني مركز حراسه المرمى يا كابتن ميديو كونجسولا ده حارس مرمى بيلعب هذه المباراه وما كانش متواجد كتشكيل اساسي ولا احتياطي في المباراه الماضيه. ست لاعبين فقط أساسيين في هذه المباراة كانوا متواجدين في المباراة السابقة، بالتالي خمسة لاعبين تشكيلة جديدة شكل جديد. المدير الفني السربي نيكولا كافوزوفيتش بيحاول يؤدي هذا المباراة بمجموعة لاعبين جدد في هذه المباراة. أخطر هؤلاء اللاعبين رقم اثنين هو ليبونيا. ليبونيا ما كانش متواجد في المباراة السابقة لا على الدكة ولا كان أساسي، لكن في هذه المباراة بيبدأ هذه المباراة من البداية وبالتالي هناك تعديلات في التشكيل. اساسي او احتياطي فيها عدد كبير جدا من اللاعبين سواء الاساسيين او الاحتياطيين يبدو ان هو بيفلتر او يعني بيجهز للاهلي في هذه المباراه بشكل مختلف تماما. دي الاجواء ودي الصوره هنا يا كابتن ميدو، وبعد لحظات هكون معاك اقول لك بالظبط القائمه النهائيه في التشكيله الاحتياطي او حتى من خرج لقائمه يعني خرج من قائمه المباراه قبل انطلاق المباراه باذن الله باقل من ساعه. سعيد، هل اللعيبه الجديده دي لعيبه ناشئين، لعيبه مثلا كان عندها يعني اصل 9 لعيبه، انت بتتكلم في 9 لعيبه في مباراه امام النادي الاهلي، مباراه كبيره جدا، مباراه حاسمه ومصيريه للفريقين سواء الاهلي او تاون شيب، 9 لعيبه كتير جدا، فيعني ايه قصتهم؟ هل هم لعيبه شباب جابهم من تحت؟ يعني حاول تعرف ايه الموضوع، لو عندك معلومات يا ريت تقول لنا. عندي المعلومه، عندي المعلومه. اولا يمكن فريق تاون شيب معدل الاعمار السنيه عنده مش صغير، بالعكس يمكن في القائمه بالكامل في ما يقرب من حوالي من 9 لاعبين في اوائل الثمانينات، مواليد اوائل الثمانينات، لكن فكره استحاب عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراه لم يكن متواجدون في المباراه السابقه كانت امور اداريه تتعلق بفريق تاون شيب، اجراءات وتاشيرات وامور اداريه خاصه ببعثه فريق تاون شيب لم يلحقها ولم يتواجدوا في المباراه الاولى في برج العرب، وبالتالي هي اجراءات اداريه. وحتى السربي نيكولا كافوزيفيتش المدير الفني الصربي لفريق تاون شيب كان اكد على هذه المعلومه ان عنده مشكله في التشكيله وفي الاحتياطي وفي القائمه بسبب ان في ستاف متعاون معاه عنده مشاكل اداريه وعنده مشاكل في السكاوتنج والتحليل الفني، فبالتالي هي مشكله اداريه ما كانوش موجودين معاهم في برج العرب في الاسكندريه، لكن بالتالي متواجدين معاه هنا طبعا في بتسوانا، وبالتالي يبدو ان هي العناصر الاساسيه والقوه الضربه عشان كده موجودين معاه في هذه المباراه سواء في التشكيله الاساسيه او التشكيله الاحتياطيه يا كابتن ميدو. تمام، انا السنه برده 9 لعيبه دي كابتن شريف كابتن ربيع عايزين تشاركونا الحديث مع محمد سعيد، 9 لعيبه كتير جدا، انا قلت مثلا لعيبه من قاعده افريقيه لكن مثلا كان مستبعدهم المدرب السربي، لكن محمد سعيد اكد لنا اللعيبه كان في مشاكل اداريه ان هم يجوا القاهره، لكن برضه اعتقد ان حتى الفريق وهو مكتمل الترجي كسبه باربع اهداف. لو حضرتك تسال محمد سعيد الجو العام يا محمد، الجو درجه الحراره كام؟ هل هو مناسب لعيب النادي الاهلي؟ طمنا على كل الاجواء عندك. درجة الحرارة في هذه اللحظات بتقترب من حوالي 24 درجة مئوية، لكن بعد ساعة من الآن وبداية المباراة وحلول الظلام قد تتغير الأجواء تماما، يعني درجة الحرارة ممكن تنخفض حوالي 10 درجات، يكون درجة الحرارة 16-15 مع برودة في الطقس مع هواء شديد، لكن حتى هذه اللحظات إذا بدأت المباراة بهذه الأجواء ستكون عوامل مناسبة، الجو يعتبر جو دافي في هذه اللحظات، لكن مع اقتراب الظلام يوميا بنلاحظ أن درجة الحرارة بتنخفض بيكون الجو بارد. الجماهير كما ذكرت لك كابتن ميدو أنا معاكم أمام مدخل الجمهور، يعني الجمهور في هذه اللحظات بيدخل امامي حاليا الى داخل الاستاد الوطني، الجمهور عدد قليل جدا 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 داخل ملعب المباراه، ملعب بيصل 22,000 متفرج، لما بيكون قبل المباراه بساعه ما فيش غير حوالي 1000 او 900 مشجع داخل الملعب، فبالتالي عدد ده لا يذكر ولا يتناسب مع المباراه، لكن هو طيب محمد سعيد انا بشكرك جدا، ان شاء الله نرجع لك تاني مره تانيه. محمد سعيد بيتكلم عن قله الجماهير، حاجه كويسه، تذاكر غاليه يعني تفتكر كده؟ افتكر يعني ده مباراه مهمه جدا بالنسبه لفريقهم، يعني المفروض يعني عشان يبقوا موجودين جوه الحكايه ان هم يكونوا بينافسوا ويكسبوا المباراه دي. الاول يا كابتن 9 لعيبه، يعني انت شايف غالبا ده القوام الاساسي بتاعهم، انت شايف الموضوع بجد كان في اجراءات اداريه فعلا زي ما بيقولوا كده، مش قادرين كانوا يؤيدوهم يعملوا اي حاجه، متاخرين
بس ما ينفعش يأيد في اليومين دول اساسا. لا يعني كان عنده مشاكل اكيد في الاداريه، مشاكل اداريه سفر. فيعيدوهم يعني في الرحله يعني نفسها انه يروح يلعب قدام اي فرقه مثلا هيلعب فيها. رجع النهارده، وبعدين هو عنده يعني اسبقيه النهارده ان هو شاف فرقه النادي الاهلي، يعني لعب قدام النادي الاهلي، حس بقد ايه النادي الاهلي بيدخل ال 90 دقيقه القوه بتاعته بيستمدها منين، شاف ازاي الاهلي اضاع اهداف وازاي الاهلي جاب اهداف. فهو النهارده بيحط الشكل المناسب قوي للقوه اللي هو كان بيلعبها، وكسبوه ثلاثه وكان ممكن يكسبوه سبعه. فهو من حقه كمان ان هو يغير، بس بهذا الكم الكبير اللي هو عمله يبقى اكيد دول الاساسيين. مش دول انا عندك سالتك سؤال حتى وهو بيكلمك، دول شباب يعني صغيرين بيعملوا بيعيدوا قوام الفرقه كلها، ولا ده الاساسي بتاعه القوام الاساسي بتاعه اللي هو خلص خلاص اجراءاته وبقى جاهز للاشتراك في بقيه البطوله وبقيه المباريات. لعيبه مهمين ينفع يبقى عندهم مشاكل في السفر؟ لغز انا صح الجديد علينا يعني صح، مش هنقعد نبتكر احنا الاسباب يعني. ايه رايك يا كابتن ربيع؟ مش معقوله ولا حد يتخ ولا في فكره. لا ممكن يكون تنميه وحاجه، واللي بينقل الفكره لازم ينقلها عن يعني ينقلها بحرفنه وبفن وبخبرات. مفيش مدرب عاقل ابدا انه يقول لك اصل اتحجزوا وما سافروش معايا، ما ينفعش. مفيش مدرب يغير من مباراه لمباراه بينها ثلاث اربع ايام او اسبوع بالكثير تسعه لعيبه. تسعه لعيبه ومفروض التسعه دول اللي هم الاحسن والافضل يلعب بيهم في مصر، الا بقى لو في حاجه. لكن يعني ما تصدقش الموضوع خالص خالص، موضوع ما نناقش فيه لان ما يعقلش ابدا. قدام قدام ايه نادي كبير بحجم نادي الاهلي وخبرات الاهلي وفوز الاهلي ونادي القرن، لا ما ينفعش. حتى كمان يا كابتن اربع لعيبه جداد النهارده اعتقد ان هم كتير وكتير اربعه طبعا كتير جدا اربعه. طب لو دخلت في دماغك يا كابتن ربيع ممكن تستشف من ان هو اربع تغييرات اساسيه غير خمس لعيبه احتياطي، ممكن تستشف ايه من دماغك؟ هو اربعه في الحجم الفني اللي انا مطلوب مني النهارده لمباراه كتير، الا لو لان ما فيش مدرب ابدا ناضج فاهم عارف ان الـ عارف، وخاصه انه قبل النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي عنده قدرات طبعا بدنيه ومهنيه وخططيه واستوات اراديه. ما ينفعش ان انا اغير اربعه. ظروف ايه؟ ظروف ايه ما ينفعش يعني هو تغيير واحد بالكثير زي ما احنا احمد فتحي مكانه محمد هاني. ظروف ان طبعا انت في بدايه دوري، في بدايه انسجام، في بدايه تفاهم، في بدايه قويه جدا، في بدايه هو وهو المفروض عارف مين اللي يكسب بيه. يعني هو قبل كده لعب في افريقيا ولعب وخد مباريات كتير جدا وكسب، عارف مين المجموعه اللي يكسب بيها. ما ينفعش اركن تسعه واغيرهم في قدام النادي الاهلي واقول لك ما ينفعش. يبقى ده غير منطقي ابدا ابدا في الكوره، في غير منطقي لمدرب بيدير مباراه قدام في حجم فني كبير جدا هيتعب. النهارده لازم عشان يقابل النادي الاهلي فنيا هيتعب جامد جدا، لان الاهلي يملك كل شيء يعمله، خد بالك. فانا التسعه دي ما تصدقهاش، وفي نفس الوقت هتبقى مباراه صعبه للاهلي مش سهله طبعا، لان هو عنده عوامل اكيد بيجهزها كويس قوي، وفي نفس الوقت النادي الاهلي هو عارف طريق الفوز فين بامر الله تعالى. يا رب يا رب. يعني هو بصراحه الراجل ده لخبطنا كلنا. لا هو بص ميدو، هو من تصريحاته واضح قوي ان هو يعني بيلعب نفسي، عايز يقلق النادي الاهلي، واخد بالك. بيلعب فعلي وعايز لا ممكن وعايز يدي دافع لاولاده يعني عارف، عايز يدي دافع للعيبته. لكن فعلا انك انت عشان تلعب في الفرقه بخمس لعيبه اساسيين مره واحده كتير. واربعه بدلاء مواليد 81 بقى عشوائي يعني ده واضح كده ان العمليه فيها عشوائيه. لكن عايز اقول لك ان هو طبعا شاف النادي الاهلي وشاف قيمه النادي الاهلي، فهو هيجيب خمسه، هيجيب سته، هيجيب تسعه. هو هيقابل بطل القرن، هيقابل النادي الاهلي اللي عنده دوافعه واسراره وعزيمته اللعيبه على اساس ان هي عايزه تحقق ثلاث نقاط. فهو مباراه مهمه كمان فهو كده اكد لنا ان المباراه مهمه ومباراه قويه ومباراه محتاجه تركيز بشكل كبير جدا. الكلام ده طبعا بيتصب عند النادي الاهلي، بيزودنا دوافع، بيزودنا اصرار، بيزود لعيبه النادي الاهلي تركيز. هو غير خمسه، حط اربعه، حط تسعه. النهارده النادي الاهلي ما عندوش غير بديل الفوز والثلاث نقاط عشان يستمر ان شاء الله في المنافسه مع الترجي على قمه المجموعه. كلام جميل. الاهلي وجماهيره كابتن شريف، العلاقه بينهم وبين كاس افريقيا ما بقتش حب، بقت عشق. بقت طلب. وعشق. بقت امر مباشر. تعالى نشوف تقرير كده عن عشق الجماهير الاهلاويه والنادي الاهلي كله لهذه الكاس الافريقيه الغاليه جدا، ونرجع مع حضراتكم على طول. الاهلي صاحب الارقام، الاهلي الرائع، السياده والرياده، الفرحه كبيره. الاهلي دائما وابدا هو سيد الالقاب.
منذ انطلاق بطولة إفريقيا للأندية الأبطال عام 1964، هناك العديد من الفرق الكبرى التي صعدت لمنصة التتويج، لكن هناك فريقا واحدا استحق أن يكون البطل الأول، إنه الأهلي. الأهلي الذي عشق الأميرة السمراء فحصل على أهم كأس للأندية في إفريقيا 8 مرات، بداية من بطولة 82 التي شهدت سخونة شديدة في ظل قوة وشراسة أندية إفريقيا على رأسها فريق كوتوكو الرهيب، لكن جيل الخطيب ورفاقه نجحوا في اقتناص واحدة من أجمل البطولات. ثم تكرر الإنجاز في عام 1987 بخلاف الحصول على بطولة أبطال الكؤوس 3 مرات متتالية في أعوام 84 85 86. واصل الأهلي ضرب كل الأرقام القياسية بالفوز بدور الأبطال في عام 2001 في عامي 2005 و2006 على حساب الصفاقس التونسي في المباراة الشهيرة بالهدف القاتل لمحمد أبو تريكا. تكرر الإنجاز الكبير في عام 2008 ثم في أعوام 2012 و2013. يتربع الأهلي عن جدارة واستحقاق على عرش القارة السمراء بفضل بطولاته وأرقامه، فقد نال دوري أبطال إفريقيا 8 مرات دائما، ما يلعب الأهلي على المركز الأول فقط، لا يفكر سوى في الذهب، يرفض دوما أنصاف الحلول وأنصاف البطولات. كل ما يشغل نجومه هو إسعاد جماهيره الغفيرة في إفريقيا كلها، ولا يحب إلا الأميرة السمراء. الخطيب يلعب كرة زادتين ويجي جول يا جول. الأهلي صاحب الأرقام، الأهلي الرائع، السيادة والريادة، الفرحة كبيرة، الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. الذكريات رجعت لك على طول. انا بدايتي افريقيه اصلا، اول جون جبته في حياتي مع النادي الاهلي باول مباراه لعبتها معاه كان قرص الصومالي بدماغي. الموضوع مختلف يا كابتن، فعلا بطوله مختلفه عن اول. اقول لك على حاجه، احنا كان عندنا حاجه غريبه قوي، اللعيبه عارفه الكلام اللي احنا قاعدين مع بعض، احنا كان عندنا انتماء كبير جدا ان احنا ناخد الدوري والكاس وبطوله عربيه مثلا او اي حاجه، انما ما كناش حكايه افريقيا دي يا كابتن ربيع وكابتن ماهر، ما كانتش بالنسبه لنا ايه يعني لما نخسر في افريقيا، ما كانتش هي دي فعلا. بعدين من اول ما خدناها 82 والحياه بقى اتغيرت خالص، بقى لنا بقى الذكريات جوا ودقنا طعم المنصه شكلها ايه. اللعيبه اللي قاعده معانا طبعا كابتن ماهر وكابتن ربيع، انا ما كنتش موجود في الفاينل، كنت قلبت بالعربيه، انا لعبت لغايه متهيألي ماتش تنزانيا او ماتش الدور الاربعه حاجه زي كده. فاحنا بالنسبه لنا تحقيق الفوز ببطوله افريقيا الاولى خلاص حسينا ان ده وضعنا الطبيعي، وخلينا الجماهير معانا كمان في نفس الوقت تدوق لذه البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه، وكنا بناخد عرش الافريقي، ويمكن ده كان يستحق الجيل ده ان هو على الاقل يكون متوج. وتناولت بقى الحقيقه، تناولت مع كابتن سايس، تناولت مع كابتن طه اسماعيل، تناولت مع كباتن برضو لعبوا وخدوا بطوله افريقيا 86. خالد ربيع انت كنت موجود في البطوله دي طبعا، وفي 90 كاس عالم كنت موجود فيها. ترد عليا رد تاني غير لا رد يا باشا، انت ارجع في ايش دي بطوله على مستوى المنتخب او انا مش موجود فيها ايش دي بطوله. انا طلبت بالعربيه ربيع فيه لعيبه وقعت مني في الفرحه بزورتك ودعيت لك وربنا يفرحنا قوي. عايز اقول حاجه، قبل وصلنا ل 82 يا ربيع لو تفتكر يا ربيع، انا اللي موصلكم 82 وهربت يا ميدو. قبل ما نوصل ل 82 نحقق هذه البطوله اخفقنا يمكن 3 4 سنوات. خد بالك يعني شريف بيكر هارت اوف اوكس لعبناهم دول، كان بيردوا علينا، لعبنا فرقه اسمها هارت اوف اوكس هنا في مصر بالليل، كنا اول مره نلعب ماتش بالليل. بطل غانا، بطل غانا. ابتدينا الماتش خبطونا 3 جوان في العارضه في اول 3 كرات في العارضه في اول 5 دقائق. فبصيت لهم انا كده، انا كنت بلعب وينج ليفت، انتهى بيا الامر ان انا بلعب باك رايت. شفنا فرقه غير عاديه، فكانت المفاجآت لينا والابجريد اللي حصل لنا بسبب المواقف اللي وعايز اقول لك ان كمان يا ميدو ان اللعيبه الافارقه ما كانوش احترفوا لسه، فكل الفرقه كانت بخيرها فيها 8 لعيبه دوليين، 9 لعيبه دوليين. فلما وصلنا ل 82 اول حصل حته ارتقاء وحته نضوج للمعظم لعيبه النادي الاهلي، لان احنا قد عمرنا السنيه صغيره لسه. لما وصلنا 23 سنه يمكن 26 سنه كان قوام الفرقه بينا 13 لعيب دولي. كل المباراه كوتوكو كان اللي موجودين 11 والاحتياطي كانوا كلهم لعيبه دوليين. لما وصلنا للنضج ده وبدات الخبرات تزيد
بدأنا بقى من 82 بدأت من تصرفات بدأت رحلة الحب. طب تعالوا نشوف محمد سعيد معانا مرة تانية. محمد سعيد تفضل. هم هيلعبوا في فيلا. تحياتي ليك مجددا كابتن ميدو ولضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يمكن التشكيل الرسمي الورقه الرسميه من خلال المنسق الاعلامي معايا في هذه اللحظات: شريف اكرامي على دكه البدلاء، ايمن اشرف، محمد دناجيب، هشام محمد، اسلام محارب، صلاح محسن، ومروان محسن. وبالتالي خرج من قائمه المباراه اربعه لاعبين: علي لطفي، كريم ندفيد، صبري رحيل، واحمد حمدي. دي تشكيلة دكة البدلاء بالإضافة إلى الأربعة اللي خرجوا من قائمة المباراة. بشكل عام يمكن أنا توجهت منذ لحظات للمدير الفني الصربي نيكولا كافوزوفيتش بخصوص التشكيلة والتغييرات والعدد التي تحدثت عنه كابتن موندي وضيوفك الكرام بخصوص اللاعبين المتواجدين في التشكيلة الأساسية والتغييرات التي حدثت في التشكيلة الأساسية. الصربي نيكولا كافوزوفيتش بيؤكد أن هناك كانت مشاكل إدارية داخلية في الفريق تتعلق بإجراءات سفر عدد كبير جدا من اللاعبين، لكن بشكل عام هو في هذه المباراة بيعتمد كل ما طيب نرجع تاني يا جماعه لغايه لما نجيب محمد سعيد، لان محمد سعيد برضو قال كريم ندفد. اعتقد ان هو قال كريم ندفد مرتين يا كابتن ربيع برضو بره خرج وهو خرجه جون 97. كابتن ربيع هسالك سؤال بقى، يعني بصفه حضرتك مدير فني دلوقتي كمان لفريق الشباب، لو حضرتك في نفس موقف باتريس كالتيرون وعرفت ان الفريق اتغير فيه حوالي 9 لعيبه منهم 4 اساسيين واللعيبه الاهلي مش عارفين اساسا اللعيبه مش عارفين، اعتقد ان هم مش حافظين اسمائهم، هتقول اللعيبه خلي بالكم لان في 4 نزلوا في الفريق جداد ممكن دوافع تختلف، ولا هتفضل ماشي في الخط بتاعك؟ لا هو النادي الاهلي عارف طريقه وعميده، زي ما قلت احنا اهم شيء التشكيل بالنسبه لنا احنا بالتوظيف والتدوير قراءه المنافس دي قبل المباراه واثناء المباراه للمدير الفني، لكن احنا دوافع النادي الاهلي معروفه، الاهلي بيلعب دايما واخد بالك بيلعب رايح، عارف ان بيلعب قدام 11 لعيب احسن 11 لعيب في الفريق بتسواني بالك بصرف النظر موجود مش موجود، متغيرات مش متغيرات، الثوابت في التركيز والالتزام والاصرار موجوده، في الرغبه موجوده، في الفنيات موجوده. انا بحضر شغل الفني على ان رايح لاعب بطل زي ما انا بطل هو بطل بتسوانا اكيد، خد بالك والدوافع موجوده أكيد. التركيز موجود، الشغل موجود، الكميه الفنيه انا مديها على ان هلاعب احسن 11 لعيب في بتسوانا الطبيعي جدا. القدر زي ما قلت لك كابتن ميدو ان هو النادي الاهلي بيلعب دايما على مش عشان 3 نقاط على البطوله بالظبط، فالطبيعي جدا دوافع موجوده، احسن غايب مش غايب ما بتشغلش المدرب كتير، لكن في الحسابات اكيد في الفنيه في القدر الفني بتاع 90 دقيقه اكيد، لان برضو حجم الجانب البدني والنسبه البدنيه والنسبه المهاريه ذات هو جوانبه الخططيه لها ادوار مهمه جدا. ممكن مدرب يبقى ذكي، مدرب يعني مش شاطر قوي، مدرب فنياته قليله، مدرب في تشكيله وتوظيفه وتدويره حاجات كتيره جدا، ممكن النسب دي تمثل سهوله للنادي الاهلي وتسهل الامور للمباراه، لكن في حسب الراجل اللي قدامه وحسب ذكائه وحسب القدرات اللي بيقابلها النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيلعب على هدف واحد هو الثلاث نقاط اكيد والبطوله والبطوله طبعا. طيب نرجع لمحمد سعيد تاني. محمد سعيد اتفضل. يعني كابتن ميدو كنت باكد لك يمكن كنت منذ لحظات بتكلم مع المدير الفني الصربي نيكولا كافوزوفيتش المدير الفني لفريق تاونشيب حول التشكيله الاساسيه والاحتياطيه والتغييرات الكبيره في صفوف الفريق، هو بياكد ان هناك مشاكل اداريه داخل الفريق والاستاف الفني في التحليل الفني، فبالتالي هذه المشاكل بتؤثر على مشوار الفريق. والمباراه السابقه افتقد لعدد كبير من اللاعبين ما بين من حوالي من 9 الى 10 لاعبين، من بينهم ابرز هؤلاء اللاعبين رقم 2 ليبونيا اللي هيبدا هذه المباراه في التشكيله الاساسيه، وحارس المرمى الخبره اللي بيبدا هذه المباراة كيسي جولا، وهو ما كانش متواجد في المباراة السابقة لا في التشكيلة الأساسية ولا التشكيلة الاحتياطية، لكن بشكل عام هو بيعتمد على خبرات كبيرة في هذه المباراة من خلال هؤلاء اللاعبين في البدء في هذه المباراة أمام النادي الأهلي، وقال إنه ليس أمامه ما يخسره في هذه المباراة، هو فاز بالدوري وبيستعد للبطولة الأفريقية القادمة، وإذا خسر ينتظر دعم الجماهير في البطولة القادمة، وإذا فاز الدعم المستمر من الجماهير البتسوانية. يخرج من هنا ويروح طيب. هو الظاهر في مشاكل في الصوت عند محمد سعيد. ان شاء الله نرجع. كنت عايز اساله على الجماهير، وعايز اساله على الدنيا بقت ايه عامله ازاي في المدرجات. لو عايز تكمل يا كابتن ربيع في مساله
فالادوار الفنيه طبعا اكيد المدرب محضرها كويس قوي في الفتره وشاف الفريق بيلعب على الماتش الاولاني طبعا مفيش كلام، وفي نفس الوقت السيناريو جاهز لاي تغييرات متغيرات على المستوى الهجوم المستوى الدفاعي الكتله نفسها الفريق الارض اكيد التفكير بيختلف تماما من الداخل غير الخارج. وزي ما قلت لحضرتك يا ميدو ان هو الاهلي عنده هدف واحد بس البطوله، فلازم اكسب كل ماتشات يا رب. فاكيد يا رب. محضرين اللعيبه وكل الامور تمام وانها مباراه كبيره باذن الله وزي الفل باذن الله يا رب. يعني يا كابتن ماهر اكيد شيب البتس او الكاونتر اتاك اللي ممكن يعملوه على النادي الاهلي، تفتكر المدير الفني بيفكر ازاي؟ اكيد يا ميدو هو دلوقتي في وسط ملعبه في وسط جمهوره، وهم من تصريحات المدير الفني كده ان هو يهمه يكسب الثلاث نقاط. اعتمد على اللعيبه اللي بيتكلم عليها كخبره زي حارس المرمى والباك رايت اللي هو دفع بيهم، يعني دفع بعناصر جديده ممكن تكون ليها تاثير بشكل كبير جدا على اداء تاون شيب في هذه المباراه. لكن عايز اقول لك ان هو من خلال هذه المباراه اكيد الاندفاع الهجومي بالنسبه لتاون شيب هيبقى يعني سمه ال 90 دقيقه، لانه عايز يكسب المباراه، عايز يتواجد زي ما قال محمد سعيد انه عايز يتواجد في المنافسه، عايز بيعمل فرقه للسنه الجايه، كل دي ثقه هو بيحاول يدفعها للعبته. لكن التنظيم الدفاعي بالنسبه له يمكن المباراه الاولى كان في تنظيم دفاعي في الشوط الاولاني كان واضح، الشوط الثاني بدا يلجا للهجوم المضاد على النادي الاهلي عشان كده اتخلقت مساحات فاضيه قدرنا نستغلها الشوط الثاني واحرزنا من خلالها هدفين الى اكدنا مكسب هذه المباراه. لكن المباراه ديت النادي الاهلي هيلعب فيها بتوازن ميدو بشكل جيد، يعني هيامن بالنسبه للدفاع. طبعا النادي الاهلي عنده ثبات في التشكيل زي ما احنا شفنا، يمكن باستثناء احمد فتحي للاصابه ويمكن دخول محمد هاني بيكمل هذا المشوار. يمكن الجهاز الفني بيختار العناصر اللي تقدر تلعب خارج ملعبنا فيها نوع من التوازن الدفاعي، لكن التوازن الهجومي يمكن اكتر فعاليه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيملك من اللعيبه المميزين اللي احنا شفناهم خصوصا في الحته القدامانيه الخط الهجومي الامامي. النادي الاهلي هيامن بشكل كبير جدا ميدو ان هو ما يجيش فيه، وفي نفس الوقت هيستغل النادي الاهلي الخطوط اللي هتبدا تتفتح من خلال ظهر تاون شيب اللي هو بصفه اساسيه عايز يهاجم على النادي الاهلي من بدايه المباراه، فدي فرصه لينا ان يبدا خط ظهره يبقى عندنا مساحات خط في ظهر خط تاون شيب نقدر نستغلها بشكل كبير جدا. واحنا كلنا شفنا المباراه الاولى ان هو عنده خط ظهر ضعيف ما بيعرفش يتمركزوا بشكل جيد، ما بيعرفش يغطوا المساحات اللي بينهم وبين بعض. دي انا شايفها فرصه اكيده لهجومنا اللي بيمثل فيه وليد ازار ووليد سليمان وجايه ومؤمن زكريا، ودول عندهم انطلاقات هجوميه بشكل كبير. تمام. كابتن شريف كسبنا 3-0 هنا المباراه اللي فاتت، وناس قالوا ان تاون شيب فريق ضعيف جدا، وناس قالوا لا ده الاهلي اللي كان قوي جدا. شايف الثلاث اهداف اللي جبناهم الماتش اللي فات كان فعلا بيدلوا على استحواذ وسيطره من النادي الاهلي، ولا جبنا ثلاث اهداف من فرص انا مش شايف انها كانت كتير في المباراه اللي فاتت؟ وهل الكلام ده هيتطبق في مباراه النهارده ولا ايه؟ لا هو مفيش حد قال ان احنا كنا جامدين. لا اصل الماتش اللي فات كل الناس قالت اول هاف تايم النادي الاهلي كان مش مرتب متوسط بالظبط كان متوسط، ودخلنا المباراه بعد التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني وكان في دعم فني من الجهاز الفني بالظبط، واحنا التغييرات ترجمت الثلاث اهداف لاحد الفرص. نعم الفريق الثاني اللي احنا بنلعبه ده فيه فراغات كتير قوي في الملعب، انما لازم تقابل الفراغات دي بانك تملاها وبسرعات. انت كان عندك مؤمن زكريا ما جاش الماتش اللي فات مش موجود، جوني لعيبه بعيده عن لياقته البدنيه كانت في الفينش في اخر الثلث الاخراني من المباراه، كان يمكن لعب لعبتين كويسين اول ازارو لو نفتكر مع بعض، ومنهم احد الاهداف اللي دخلت يعني اول هدف. وليد سليمان كان مشتت بين بلاي ميكر وبين انه يملي فراغات يمين وشمال، فكان طبعا في عدم اكتمال للرؤيه داخل الملعب والتنظيم للاعبين لانفسهم في المجهود بتاعهم عشان عايزين يخرجوا من البوتقه اللي هي بتاعه الحصول على الثلاث نطاق. احنا مباراه اليوم بقى عندنا كل اللي شفناه ده وعندنا كل الفراغات وعندنا المنافس، مش منافس قوي يعني يعني منافس متوسط يعني، انما احنا عندنا النهارده ضغط على المنافس ولن نسمح له بالوجود في الملعب الا لما احنا نحرز اهداف. الراحه بتاعتك ما انت ما تجيب جون واثنين، النفس بتاعك انك تاخده في الجو اللي هو 24 درجه ده اللي هيبقى 18 مثلا ولا حاجه، حاجه جميله جدا. فلازم ان انت
انت صاحب الكلمه النهارده في المباراه، انما انت هتدخله معاك في وسط جماهير والحكام برضو بيجاملوا اصحاب الارض وهم عندهم النزعه الهجوميه النهارده ان هم عايزين يهددوك، انما هم فيهم حته اول ما بيلاقوك انت راكب المباراه وبتنقل الكره سليم وما بتضيعش منك كوره بيتخضوا، بيبتدوا ينسوا ان هم على ارضهم وينسوا ان هم لازم يكسبوا النهارده، او النهارده كمان مفيش جماهير ما عادش هيحسهم قوي على الضغط النفسي والعصبي الكبير قوي. فاحنا النهارده دي نستغل ال 30 دقيقه الاولانيين ان احنا نترجم كل اليوم النهارده لمصلحتنا احنا بجون واثنين. طبعا انا جون واثنين دي كبيره على مسمع اي حد يقول ان الاهلي يجيب جونين في اول نص ساعه، انما الاهلي لازم يعمل كده لانه يستطيع انه يعمل كده لانه هو اقوى من المنافس بكتير جدا. وزي ما احنا قرينا الملعب وان في فراغات في الفرقه الثانيه، ده شغل البدايه بتاعت مشوار الجهاز الفني بتاعنا النهارده. ده النهارده انت التدوير اللي احنا كنا بنتكلم، ربيع كان بيكلمني على النهارده ازاي هيتعامل مع الرومرز او الاشاعه اللي حصل انه بيغير 9 لعيبه او بيدخل 4 جداد عنده باك رايت وجول وحاجات كده. ازاي احنا النهارده اللي بنقدر نترجم عمليه التدوير كنادي اهلي داخل الملعب؟ ازاي بنعمل زي ما عملنا النقله عندنا في ملعبنا نكون بقى خلاص من الفتره اللي فاتت التركيز والحاجات دي كلها وحفظنا الفرقه دي، يبقى عندنا ثقه كبيره جدا ان انا ابقى موجود في الملعب بترجم اهداف النهارده تريحني. مش عايز انقل الكلمه دي ان انا لازم اروح اكسب في رادس وانقل بقى اللي المفروض يحصل النهارده للمباراه اللي بعدها. لا عايزين النهارده ان شاء الله نبقى وصلنا لاكتمال ال7 نقاط يا رب. مؤتمر صحفي عن المباراه النهارده حضره باتريس كالترون مع النجم حسام عاشور، تعالوا نشوف قالوا ايه في هذا المؤتمر ونرجع لحضراتكم على طول. First, we all know that last week was a massive game for us because it was a game of the last chance. If we didn't win this game, our chance in Champions League would be over. So the player gave 100%. We needed the 3 points. We are just back in the red, but we don't have so many points because of the draw home against Esperance and because of the game lost in Uganda. So we know that the truth of one game is just the truth of one game. The game of tomorrow will be totally different, very difficult game. We have a lot of respect for our opponent. We're going to give our best to have a good result, but we know it's going to be very tough. ايه انطباعاته قبل ما يلعب بكره الماتش في هنا مع الفريق اللي بنفسه؟ عشان الموقع مش كويس في المجموعه. قال انا عارف ده ماتش مهم جدا والماتش بالنسبه لي ماتش حاسم. الـ3 نقط مهمه جدا عشان اعرف انافس في المجموعه. احنا جيت كان الفريق تعادل مع الترجي وكان خسر من كامبالا، فكان نقطه واحده كسبنا الماتش فات. احنا 4 نقط فوزنا في الماتش ده هيخلينا سيف ان شاء الله ربنا يرحمه وتغمده فسيح جناته ان شاء الله. بس ان شاء الله الموقف ده يدينا ثقه واصرار ان شاء الله ان احنا نكسب ونهدي الفوز ده لوالده ان شاء الله، كان محب للنادي الاهلي طبعا. فان شاء الله باذن الله نحاول احنا نكسب بكره. الاستعداد الحمد لله الناس كلها مستعده كويس، زي ما قال مستر كارتيرون جه وكان عندنا بونت واحد كسبنا الماتش اللي فات، فالمكسب بتاع بكره ان شاء الله احنا جايين، واهم حاجه عندنا الـ3 بونت، اهم حاجه المكسب، مش جايين عشان تعادل ولا عشان خساره. المكسب بالنسبه لنا بكره هيدينا دفعه ان شاء الله اللي احنا نبقى 7 بونت، هيدينا دفعه للفتره اللي جايه ان شاء الله، مش في بطوله افريقيا بس وكمان في الدوري. فان شاء الله يبقى التوفيق حليفنا بكره ونحاول ان احنا الـ3 بونت يبقوا لصالحنا ان شاء الله. The preparation first was to me more psychological than physical. One, because the team was last of the group after 2 games played. We had big pressure because we are already, as you know, the record of Champions League won in the competition. After I have experience in Africa to know that every game is very different. Every game is very different. We had a long trip. We're gonna play. It's also fantastic to play a different kind of football, to play different against different culture teams. I just know that it will be a difficult game tomorrow, but I just know that we are progressing. Physically, the players are getting better. Mentally,
The last game was very positive for them, as you can imagine. But once again, it will be a big battle tomorrow, a difficult game. We will do our best to be competitive. أنا جيت الفريق كان معاه نقطة واحدة، كان عندي إعداد، مهمتي عندي أعمل إعداد فني وإعداد نفسي برضو اللعيبة عشان ندخلهم في جو الماتشات. الفوز الماتش اللي فات طبعا إديها دفعة كبيرة، ودلوقتي اللعيبة أنا معناهم أحسن من قبل الماتش اللي كان عندنا في مصر. الماتش مع لاعب بوكا مع فرقة محترمة، الماتش زي معركة في الملعب، مش هيبقى سهل طبعا ان احنا نكسب. احنا جايين وعارفين بنلعب مع فرقه محترمه وبنستعد لها كويس، بس اعتقد يعني لعيبتي جاهزه عشان مباراه بكره عشان تحقق الجيل ده في 10 years had the chance to have a lot of experience and most of the time a lot of very positive experience in football. So the first and more important lesson in football is always fight to find a good balance between ambition and humility. So the moment you think that you are, you don't need to work hard, you don't need to have a fantastic spirit to win a game, you have already lost this game. So my feeling is that right now, all of us are concentrated. We are not thinking that we are better than this team, no. We are just thinking that we must be 100% if we want a positive result tomorrow, that's the first point. Our fans mustn't forget that 10 days ago we were last of the group and we had a very difficult game. So let's be humble, let's be also ambitious and give our best for 90 minutes and we'll see the result after. الإجابة على السؤال الأولاني، قال طبعا ده ماتش وده ماتش، احنا لعبنا بنشتغل عليهم ان هم عندهم طموح وفي نفس الوقت يبقى في جهد ويستعدوا، لأن الوقت اللي بيكون فرقة بتاخد ثقة في نفسها وما بتستعدش وما بتتمرنش كويس الفرقة دي انتهت. أنا عندي خبرة في ماتشات أفريقيا وعارف كده، لازم تستعد دايما تحترم الخصم قدامك حتى لو كسبت في ماتش ذهاب. بالنسبة للرسالة اللي وجهها للنادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي، أنا الأسبوع اللي فات احنا كنا نقطة واحدة وفي آخر مجموعة، دلوقتي احنا ترتيبنا بقى احسن وكسبنا، واتمنى النتائج بقى افضل الفتره الجايه ونعمل لهم يعني نحقق نتائج يعني تليق باسم النادي الاهلي. طبعا كنت معانا امبارح، عشنا طبعا ليله صعبه جدا امبارح، اكيد اللعيبه الكبار عندها مسؤوليه واللعيبه الصغيره برضو عندها مسؤوليه، اللي احنا نبقى مركزين كويس جدا في الماتش. اكيد النهارده هنقعد مع بعض بعد الغداء وبعد التمرين، هنحاول نطلع نفسنا من الحاله اللي احنا كنا فيها امبارح. فلا الحمد لله الناس كلها هتبقى مركزه، الناس كلها هتبقى مركزه في الماتش كويس جدا. لو احنا مركزين جايين مركزين 100%، لا بكره هيبقى مركزين 1000%، عشان زي ما قلت لك في الاول الماتش ده هيفرق معانا الفتره اللي جايه. فاللعبه كلها عندها مسؤوليه، اللعبه كلها عندها وعي، اللعبه كلها عارفه الموقف اللي احنا فيه. هو الحمد لله ظبطنا الموقف اللي احنا فيه الماتش اللي فات بمكسبنا، فان شاء الله اللعبه كلها تبقى على قد المسؤوليه باذن الله. Not yet. I don't have this information. Thank you to give it to me, but I don't know, I don't know about it. And after the, I just told you about, you know, to be, to always find the balance between humble humility and ambition. And I really had the feeling that we had to come here very early to prepare this game as serious as possible, to respect our opponents, to spend a few days here to get used to the weather. We know that it's winter time right now here. So that's the way for me to be humble and to prepare the team as best as possible, to come here very early, to work very hard to be for the player to be ready. والسؤال الاولاني بيساله بيقول لعيب اللي هتاخده من سان داونز دفاع هيكون جاهز ولا لا، فقال له انا ما اعرفش عن اللعيب ده، كويس ان اديتني المعلومه دي انا ما كنتش عارفها. السؤال الثاني، انتوا جيتوا بدري جدا قبل الماتش، ده كان ايه سببه؟ انا بحب دايما زي ما قلت بعمل توازن بين الطموح وبين الاعداد، انا جاي عشان استعد واخد على الجو هنا ولعيبتي تجهز عشان الماتش عشان تبقى ما فيش اي مشكله قبل المباراه، يبقى مستريحين بدنيا وجاهزين يلعبوا المباراه. اهلا
بحضراتكم من جديد. ده كان وقائع المؤتمر الصحفي اللي حضره بدرس كالدرون مع النجم حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، واتكلموا فيه عن اهميه المباراه وضروره العوده للمكان الطبيعي النادي الاهلي في افريقيا. عايز اقول لكم ان خلاص الترجي دلوقتي في المركز الاول برصيد 10 نقاط بعد ما احرز هيثم الجويني هدف الترجي الوحيد في الدقيقه 41 ليحتل بهم صداره المجموعه، وانا شايف ان كده احسن بكتير. افكركم بتشكيل النادي الاهلي مره ثانيه: الشناوي ومحمد هاني وسعد سمير وسليف كوليبالي وعلي معلول وحسام عاشور والسوليه، ديفندرات قدامهم ثلاثه: وليد سليمان جونيور، اجاي مؤمن، زكريا ووليد ازارو. كابتن ربيع ياسين، في ظل عدم وجود وعدم وجود صانع الالعاب الصريح في النادي الاهلي، هيعتمد برضو باتريس كالترون على الاجناب في انطلاقات محمد هاني، علي معلول، كروسات لوليد سليمان جونيور، اجايه، شايف الموضوع هيكون ازاي؟ ما هو الاهلي بيعتمد على 4-2-3-1. احنا كان نفسنا ان نعرف احمد حمدي بعيد ليه، لان انت فنشت في احمد حمدي الدوري وكان رائع وكان موجود وكان ليه دور فعال وبدا ياخد، بدا يبقى قريب جدا، وهو اقرب واحد اقرب اثنين دلوقتي بالنسبه لصانع الالعاب الجيد في النادي الاهلي ناصر ماهر واحمد حمدي. تمام، احنا مش شايفين بعد ليه يعني لغز احمد حمدي. احمد لعيب كويس ولعيب فنش بيه الدوري وكان ليه دور كبير جدا. انت عندك ما كانش اديله ودنه كده في الاول لما ما خدوش المعسكر، ماشي، ما هو برضه يعني ما هو انت ما انت تدور على المصلحه الفنيه مش على حساب المبادئ والاحترام والقيم والتيم. دي مدرسه النادي، مدرسه النادي كده في سن الولد في تعامل مع مدير الفني. عشان اقدر اخد اللي انا عاوزه اكيد على اكمل ما يكون، انما الادوار هنا واضحه جدا ومجموعه الوظائف واضحه جدا بالنسبه للعيبه مهمه جدا. انت عندك محمد هاني مكان احمد فتحي، وادوارهم الباكين، باكين النادي الاهلي طبعا لهم دور هجومي فعال في جناب في كروسات، في دور فعال في الثلث الامامي في نهايه هجمه. مجموعه الكروسات اللي بتبقى موجوده من الباكين، ودي بيعتمد عليها النهارده المدير الفني، اكيد لها ادوار كبيره جدا فعاله وليها بتفرق في النتيجه. قلنا السوليه وله دور فعال برده مع الرباعي خط الهجوم الهجومي خط الوسط الهجومي مع وليد، وليد له دور قلنا في صانع الالعاب في الوسط، قلنا اجاي على الجنب بيعمل له دور وبيلاقي مساحات ويديله مساحات. المهم زكريا برضه له دور فعال في انه بيبقى اضافه قويه جدا في انه بيسجل وبيصنع وبيروح برضه. وليد ازارو من وجهه نظري احسن لعيب في المباراه اللي فاتت في احسن حالاته الفنيه، له دور فعال هايل، بيجري كتير جدا، بيساعد الناس من تحت كويس قوي. دول اعتقد اللي بيعتمد عليهم في ثلاثه ثلاثي واقفين طول المباراه لهم واجبات دفاعيه فقط: حسام عاشور المثلث الامامي، سعد سمير وكولوبالي، وده لهم ادوار دفاعيه باستثناء الثوابت. ده الشكل اللي بينهي بيه الهجمه المدير الفني عشان اقدر اخد نسبه من الاهداف. هم دول السبعه لعيبه اللي بيعتمد عليهم المدير الفني في شغله الجديد او في شغله بالنسبه لثلاث الملعب، وفي نفس الوقت هو الامور واضحه للطريقه الهجوميه، واضحه للطريقه الدفاعيه، واضحه بالكوره، واضحه من غير الكوره. فده الشكل العام بالنسبه للنادي الاهلي. يا رب يا كابتن ربيع، وكمان باكد على جزئيه وليد ازارو، بس يا رب ما يكونش الاصابه اللي حصلت له دي تاثر فيه النهارده. انت عارف اصابات الحوت بتبقى مقرفه. لا ان شاء الله كان اشتكى او في حاجه. لا كان اشتكى من شويه كده الم في الحوض، لكن الدكتور خالد محمود طمنا ان شاء الله خير وبدليل هو دخل. يا رب يا رب. وليد ازارو ميدو يعني بصراحه من المستمرات اللي فات وبدأ بدايه قويه جدا وحاجه جميله جدا، ربنا يوفقه ان شاء الله تعالى. نهائي طبعا. كابتن ماهر، برضو خلينا نتكلم برضو على الانطلاقه الهجوميه اللي انت قلت عليها ممكن تبقى من فريق تاونشيب، هيبقى قدامها حذر دفاعي ولا تمركز دفاعي قوي، ولا باتريس كالترون ممكن يكون قايل للعيبه خلي بالكم هيبقى في انطلاقه هجوميه لفريق تاونشيب، هنقف ازاي، هنتمركز ازاي، هيطلب من لعيبه معينه عدم الزياده في الاول، ولا هيبقى نفس رتم واسلوب النادي الاهلي؟ بص يا ميدو، هو طبعا التوازن اللي احنا اتكلمنا عليه اي مدير فني بيبدا بيه، يعني انت مدير فني النادي الاهلي عنده توازن في الدفاع، لازم ثلاث خطوط تبقى قريبه من بعض وانت بتدافع عشان تقدر تامن مرماك ما يجيش فيك هدف، خصوصا الربع ساعه الاولى اللي احنا تملي كل اي مدير فني في اي مباراه افريقيه بيحذر لعبته ان احنا ما يجيش فينا. أكيد. لما ما بيجيش فينا بيدينا ثقه بعد كده ان انت تبدا تنقل على الجانب الهجومي اللي انت مميز من خلاله. فانت النهارده لما عندك تامين دفاعي من الرباعي طبعا محمد هاني وسعد سمير وكولوبالي وعلي معلول بيدي لك ثقه بشكل كبير جدا للخطين الباقيين او ثلاث خطوط الباقيه. فالثقه دي بتنعكس طبعا بعد كده على حسام عاشور
وعمرو السليه، ثم بتتنقل على وليد سليمان وجاييه ومؤمن زكريا، وبعدين ازارو بقى صاحب الاهداف، صاحب خلق المساحه، صاحب السرعات، الانطلاقات، اللي النهارده هيبقى ليه دور كبير جدا وفعال. زي ما احنا اتفقنا قلنا ان تاونشيب ما عندوش حاجه يبكي عليها الا انه يكسب المباراه. فعشان يكسب المباراه لازم ينطلق بثلاث خطوط وداخل نص ملعب النادي الاهلي، وهيسيب مساحه خلف خط ظهره بشكل كبير. ما عندكش حاجه برضه تكسب المباراه، خلي بالك ما هو عارف كده، اكيد هو عارف ان برضه النادي الاهلي داخل ما عندوش حلول. نقدر نستغلها يا ميدو بشكل كبير جدا، خصوصا ان احنا عندنا خبرات. النهارده عندك ما شاء الله عندك خبرات في محمد شناوي حراسه المرمى، عندك سعد سمير، وعندك كلوبالي راجل لعب ثلاث مراحل في ثلاث انديه افريقيه وراجل بيعول عليه بشكل كبير جدا، عندك معلول خبره كبيره، عندك حسام عاشور وعمرو السليه، عندك وليد سليمان، كل لعيبه الاهلي خبرات. لعيبه النادي الاهلي معظمها كلها خبرات بشكل كبير جدا. انا عايز اضيف بس على ناصر محمد واحمد حمدي، ناصر ماهر في توقيت، في توقيت لاشراك الناشئ. التوقيت ده بيبقى من خلال ثبات الفريق، بس هم دلوقتي يا كابتن ماهر، مع طبعا مع احترامي طبعا الكبير لكلامك، هم عدوا مرحله ان هم ناشئين بالظبط، يعني ماهر لعب وخد خبرات. عايز اقول لك ان هم الفتره اللي جايه الراجل حاطط عينه عليهم بشكل اكيد، هم قالوا كده فعلا. وانا عايز اقول لك ان فرصه انك انت عندك في ظهرهم، عندك حسام عاشور خبره، وعندك عمرو السليه خبره، عندك وليد سليمان وجاي ومؤمن، فانت النهارده بتدفع لاي واحد من العنصرين دول تاكد هياخد الثقه وهيكتسب الثقه من خلال هؤلاء اللاعبين اللي عندهم خبره. اكيد كابتن شريف، دايما انت بتفضل ديفندر واحد بمعنى الديفندر، وديفندر التاني بمعنى الديفندر اللي هو دايما زايد ودايما ليه دور هجومي، مش عايز اتنين ديفندرات جنب بعض. لا انا بتكلم على وجهه نظرك برضو. وجهه نظري ان احنا عايزين نوفر لنفسنا امكانيات احتفاظ بالبطوله بقى وابراز شخصيه الاهلي البطل، تيشيرت البطل اللي هو تسع مرات، يعني عايزين نبقى هجوميين اكتر. يا عيني عذاره انت بتقول النهارده ممكن يكون متعور، طب احنا ليه يعني انا ساكت بس على حسام عاشور وعمرو السوريه، الواجهه دي او الطريقه اللي احنا بنلعب بيها دي اللي هي 4-2-3-1 دي محمله دايما على اذاره الشكل، انما انت لما يكون عندك واحد زي صلاح محسن جنب اذاره في وضع هجومي، ليه بلجا للحاجات دي دايما في الازمات؟ ليه ما ببتديش انا او ابادر انا من بشكل ان سوليه كفايه عليا قوي ان هو يبقى ديفندر قدام المدافعين ووليد سليمان واجاييه ومؤمن زكريا وصلاح الطريقه اللي الاهلي بيلعب بيها، وصلاح محسن واذاره، واهلا بقى بالفرص الكبيره اللي بتعدي من ازارو وتروح لمحسن ومن محسن ويخدموا على بعض ووفروا لبعض حقيقه الشكل ليه جوه المباراه، وبتجدد لو احرزت هدف انك تحرز هدف اثنين وثلاثه، والحميه اللي عند كل لاعب ان هو من عندك وليد وجونيور ومؤمن زكريا عندهم الحميه ان هم يكسبوك في اي وقت ومعاهم اثنين زي اللي انا بقول لك عليهم. فالسؤال حضرتك اللي بتقوله لي انا، ليه انت بتفضل الواحد بس ديفندر او زي ما قال لي مال 4-1-4-1 يعني ليه احنا ما نبقاش عندنا الشكل بقى اللي هو 4-4؟ انا ما بلعبش دايما باثنين راسين حربه، راسين حربه يوفروا عليا عدم اللجوء للتغييرات الضروريه في اصابه ازارو او علي معلول ساعات بيصاب في مباريات زي دي. عندنا التدوير والحلول دايما لما بيبقى في عناصر معينه موجوده جوه الفرقه، عناصر جواكر موجوده اقدر اعمل احلال وتبديل. انا النهارده شايف محمد هاني وعلي معلول وجونيور اجاييه عندهم شكل كبير قوي، اجاييه هيعوض الشكل البدني بتاع المباراه اللي فاتت وهيحاول يا رب يكون السند باذن الله وترجمه الموجود الكبير ده الخبره الحقيقه. الولد ده هو الخبره الاساسيه عندنا في القوام الاساسي في الفرقه، ودايما لما بيبقى كويس مستواه ثابت ما بيتغيرش وقوه فنيه عاليه جدا. بالظبط، فهي دي بس السؤال اللي انت سالته لي على ليه احنا ليه انا بفضل شكل حسام عاشور وعمرو سليه اللي هو وجهه واحده العمله واحده ما يبقاش موجود الا في حاله تبادليه 40 دقيقه او 60 دقيقه، وفي نفس الوقت المباراه النهارده اللي انت بتلعبها دي بيبقى عندك برضو شكل دفاعي شويه والكونتر اتاك بس مش مع الفرقه المتوسطه الحقيقه. عايز اقول كمان ميدو لو سمحت لي، زي ما الشريف قال احنا ممكن نصين حربه، لانك انت انطلاقات الاطراف اوريدي في الثلث الاخير هتعمل كروس عرضي، فكروس العرضي لما يعدي واحد يقدر يلاقي الثاني. هو الموضوع يا كابتن ماهر عارف طبعا الكابتن شريف، الزياده العدديه اللي في 18 الزياده العدديه الموضوع السنه دايما برضو مع الديفندر شكل ديفندر كابتن ربيع طبعا يعني ابو المدربين وعارف، والديفندر الثاني بشكل هجومي اقوى او ليه ملامح هجوميه اقوى، لكن هي مش بالطريقه يا كابتن ربيع، هي مش بالطريقه مش 4-4-2 او 4
واحد أربعة واحد أو أيا كان أو أربعة اتنين تلاتة واحد، هي إزاي تنفذ الفكر الهجومي الفكر الدفاعي في أي طريقة؟ يعني أنت ممكن تلعب بأربعة اتنين تلاتة واحد أكيد كابتن ربيع موجود العناصر كمان، موجود العنصر اللي هو جنب العنصر اللي عايز يعمل يقدر يوفر لي بالظبط، يقدر يوفر لي التواجد جوه ال 18 محتاج زي ما شيرب بيقول محتاج راسين حربة، لأن أنت كنت كرة عرضية والولد يموت نفسه وبص عليه مجهود كبير قوي يا ربيع. لما بفرد واحد الكروس بيعديه واخد بالك مع الزياده العدد اللي جاي من تحت، لكن لما الاثنين موجودين في المنطقه المؤثره وبيجدوا العاب الهواء واخد بالك، ما انت خد بالك كورسات العرضيه دي ليه؟ عشان احنا عندنا ميزه في الفراوده اللي موجوده انه بيلعبوا بدماغهم وبيضغطوا وصراعوا واستغلوا يعني وربيع وميدو. انا مش عايز بقى يبقى الاسلوب بتاع طريقه اللعب دي هو اللي بقى بيتحكم فيها لتالت سنه نفس الشكل بتالت سنة. وانا عندي لعيب 40 مليون جنيه قاعد على الخط خدت بالك وخامة كويسة وبيترجم اهداف بسرعة وعنده الحاسة وعنده بجانب يعني بجانب الحالة كنتم بتتكلموا على عزار ونجم المباراة اللي فاتت بجانب حالة عزار العالي بالظبط يعني بندور الامور لمصلحته بالظبط. كابتن ربيع قبل ما اسالك الرسمة اللي انت عاملها دي انا عارف هي ايه، لكن عايز اخد رايك في حاجة. البدلاء النهاردة في صلاح محسن في مروان محسن، ده ينديك انطباع ان ازارو يعني خايفين ان هو يكون مصاب مثلا، ولا ينديك انطباع ان علشان مثلا ميدو جابر حصل له ظروف وفاه والده ربنا رب يرحمه ويتغمده برحمته فدخل مهاجم تاني، ولا ينديك انطباع ان كالترون مقلق شويه فمزود الحاله الهجوميه؟ هو الطبيعي ان هو اصل خلي بالك ايمن اشرف محمد نجيب يعني دورهم واحد، وكان ايمن اشرف بيمسك خط الدار كله مساك والباك ليفت واخد بالك يعني اتنين في الدفاع من وجهه نظري كتير. مروان محسن لازم موجود، ما ينفعش مروان مع صلاح محسن، الاثنين دول صلاح محسن لعيب كويس جدا وده مستقبل النادي الاهلي في اوقات مناسبه. مروان محسن برده لازم بكل دول، لان ما ينفعش واحد جاي من كاس العالم يتركن راس حرب منتخب مصر بواقعيه شديده جدا. الراجل ده عنده فنيات حتى لو هو ما قداش انما لازم يبقى موجود في القايمه. اسلام محارب هو الوسط اللي هو خلي بالك صلاح محسن في القايمه دي بيلعب وسط يعني حاطه وسط مهاجم بيجيد الاثنين طبعا واخد بالك، وفي نفس الوقت الصريح حاليا دلوقتي مروان محسن. مين اللي يجيد الاثنين يا كابتن ربيع؟ صلاح محسن. صلاح ولا ازارو؟ لا ازارو يعني بص ازارو يجيد الاثنين برضه. ازارو راس حربه صريح وممكن توظفه لانه سريع جدا وبيلاقي مساحات، والفتره الاخيره مع نضجه الفني وتفاهمه بدا يعمل حاجات كويسه جدا. طب لو انت المسؤول هتوظف مين راس حربه اساسي وحد على الاطراف، صلاح محسن ولا وليد ازارو؟ ممكن استفاد بالاثنين، صلاح محسن اخليه راس حربه لانه صلاح برضه خلي بالك الفتره الاخيره هو صريح ما نجحش، وخلي ازارو نظار خد الثقه وبقى عنده تفاهم وعنده نضج فني وعنده خبرات ممكن احركه بيها كويس قوي يبقى جوكر معايا. طب لو رتبت الثلاث مهاجمين وليد ازارو صلاح محسن مروان محسن؟ وليد ازارو صلاح محسن مروان محسن. شفت الموضوع صعب. ثلاثة انت قلت الترتيب حاليا لاعب كاس عالم وليد معلش هو في اثنين بصراحه ما هو في اقول لك حاجه مش كل لعيب راح كاس عالم او كل لعيب يبقى بالظبط. احنا شفنا نجم الريال مدريد بنزيما خدوا كاس العالم فرنسا من غيره. توقعاتك كابتن ربيع للمباراه ان شاء الله خير، ماتش كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله. لا قول لي توقعاتك عشان الكابتن شريف يقول دلوقتي كام والكابتن ماهر يقول كام. ان شاء الله باذن الله هنكسب ان شاء الله يا رب يا رب. كابتن ماهر احنا من خلال الفرص اللي هتجيلنا ان شاء الله نقدر نسجل منها اهداف، انا شايف ان هيبقى في اهداف باذن الله يعني في الشوط الاولاني والشوط الثاني ان شاء الله. محدش يقول غيرك وحد قالوا عليا هقول لك 3-1 مش هقول ليه اللي عندي امكانيات عندي امكانيات موجوده في الملعب يا رب تترجم من الهجمات انما التوفيق في احراز الاهداف ان شاء الله يا رب يا رب. مباراه صعبه جدا بكل المقاييس لكن مفيش صعب على النادي الاهلي زي ما احنا متعودين نقول كده مع حضراتكم. ان شاء الله مباراه طليق باسم النادي الاهلي وبجماهيره كله يقول يا رب من جوه القلب. نرجع لحضراتكم بعد المباراه ان شاء الله كسبانين ونبارك لحضراتكم ونتكلم في كل تفاصيل هذه المباراه.